عمود الفقري ألم الظهر خلي بالكو بدأت تزيد جدا جدا جدا. معظم الأوقات احنا بنضر ظهرنا، يعني عددنا سالم بنستخدمها سواء أثناء الشغل سواء أثناء قيادة السيارة، مطبات زي ما حضرتك قلت، كل الأمور دي بتضر ظهرنا بشكل أو بآخر. ممارسة الرياضة بطريقة غلط بتضر الظهر بشكل كبير. أهم أسباب وجع الظهر في الأدوليسنت اللي هم 12 13 14 سنة هو الانزلاق الفقاري، النوع الثاني منه اللي بيسموه ليتك، اللي هو الوصلة اللي بين فقرتين وبعض بتتكسر. شيل الحاجة بجنب، يعني أنا بشيل وزني بس بعيد عن الجسم، بشيله بعيد عن جسمي، ده ممكن جدا يكون في خطورة أكبر على الظهر لأنه في عدم توازن. المريض في الأول بيجي العيادة بيشتكي من مجموعة أعراض زي ما احنا قلنا، بيشتكي من وجع في ظهره، والوجع في ظهره ده قعد مستمر معاه فترة قبل ما يشتكي من وجع في رجله. الوجع في رجله ده بيبقى في السمانة، الفخذ من ورا، مش كمان بيصاحبه تنميل وخدلان، وساعات كمان بيجي مع ضعف في رجليه للأسف. البرانش بتاع نيوروسيرجري ده في كمية فاتحة دلوقتي غير عادية. صحيفة ديلي ميل البريطانية رصدت في أحد تقاريرها 6 خرافات شائعة عن آلام الظهر، أولها أن الانزلاق الغضروفي يعني أن فقرة من العمود الفقري اتحركت من مكانها، الثانية أن العمود الفقري يصاب بسهولة، والحقيقة أن العناية والمحافظة وتجنب أسباب الإصابة تمنع الإصابة. الخرافة الثالثة أن آلام الظهر غير شائعة، والحقيقة أنها شائعة جداً، 80% من الناس بيعانوا من ألام الظهر في مرحلة ما من حياتهم. الرابعة إنه ألم الظهر يحدث بسبب الشيخوخة، والحقيقة إن الإصابة في الظهر ممكن تحصل في أي عمر. الخامسة إن الراحة هي الأفضل للعمود الفقري، والحقيقة إنه في حالة عدم الإصابة في التمرين المعتدل ضروري جداً لبناء العمود الفقري والحفاظ على قوته ومرنته. الخرافة السادسة إنه مسكنات الألم تعالج آلام الظهر، والصحيح هو اللجوء للطبيب مع أي ألم أو شعور غير طبيعي في الظهر للحصول على تشخيص سليم واختيار الخطة العلاجية حسب درجة الإصابة. أهلا بكم. عمود الفقري ألم الظهر خلي بالكو بدأت تزيد جدا جدا جدا. في تمارين في رياضات معينة لازم ناخد بالنا منها قوي لو بدأنا نشتكي من مشاكل في ظهرنا. مشاكل الظهر ما ينفعش تاخد كده، ظهري بيوجعني شوية، يمكن طبعا تفسيرات بتاعتنا لطيفة قوي، لا لا ده شوية برد من التكييف، ده مش عارف ايه، ده ممكن يكون انا بس نمت غلط، ده انا شلت حاجة فجالي شوية مزق بسيط، هلعب على المكان دوت والألم هيروح. القصص دي في منتهى الخطورة، خصوصا انك انت تجاهلت انك تعمل استشارة طبية. تمارين كتيرة ممكن قوي تزود المشكلة وتزيد الطينة بلة. يعني مثلا لو انت بدأ يجي لك ألم في ظهرك بلاش تعمل نفس التمرين اللي جاب لك الألم في الظهر قبل استشارة الطبيب. بلاش تمارين الأيروبكس العنيفة، بلاش تمارين اللي على أسطح أو الحركة واللعب على أسطح صلبة، الجري على التريدميل، التنس اللي على أرض صلبة، الحاجات دي كلها ممكن تزود مشاكل الظهر أكتر. بلاش القرفصاء والقفز، تمارين اللي فيها قفز وتمارين السكوات، كل دوت خطر لو في مشاكل في الغضاريف. التمارين اللي فيها برضو شيل الحاجة بجنب، يعني أنا بشيل وزني بس بعيد عن الجسم، بشيله بعيد عن جسمي، ده ممكن جدا يكون في خطورة أكبر على الظهر لأنه في عدم توازن. كمان تمارين اللي فيها تحريك جزء جامد، ان انا بتحرك يمين قوي او شمال قوي وبحرك الجزء بدون، طبعا التمارين دي كويسه لو ما عندكش مشاكل، لكن لو عندك مشاكل وبدا الغضروف يحصل فيه مشاكل التمارين دي تزود المشكله. فلازم اول ما يجي لك الم في الظهر بشكل ما هنشرحه النهارده لازم تستشير الدكتور المتخصص، لان التعامل مع الغضاريف في البدايه
غير التعامل معاها لما الغضاريف دي يحصل فيها مشاكل وتوصل إلى مراحل عنيفة. الموضوع بيختلف تماماً. معظم النار من مستصغر الشرر. المثل ده يصدق في موضوع الغضروف جداً. تبدأ المسألة بشوية تنميل بشوية ضعف وتكبر النار وتقلب من مستصغر الشرر ده لنار أنت مش قادر تتحملها، مش قادر تطيق لرجلك أو إيدك، ظهرك بيوجعك، حركة بقت صعبة، مروح الحمام بقى فيه مشكلة، لبس البنطلون أو الجزمة بقى من الأمور اللي أنت يعني بتبقى بتخلصها، بتبقى خلاص أنهكت. الظهر بتاع المصريين مش تمام، مش بخير. إحنا بنضر ظهرنا بحاجة كتيرة قوي، مش إحنا بس اللي بنضر، المجتمع كله بيضر ظهرنا. يا راجل ده المطبات اللي في الشوارع وانت ماشي، واحد حاطط لك مطب قدام بيته تروح انت جاي من غير مطب، مش معمول حسابه ولا منور ولا مدهون ولا حاجه، تروح انت جاي واخده بالعربيه، درب في ظهرك، ظهرك باص. ضيفي العزيز الخيمه القلبيه المتميزه النهارده معانا اسم لامع وقدير وما شاء الله علم غزير، سعيد جدا بقبول دعوتي النهارده، هيستمتع انا استمتع بالاستماع له النهارده في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق. الاسم المتميز للغايه الاستاذ دكتور مراد عمر مختار استشاري ودكتوراه جراحات العظام والعمود الفقري وصاحب دكتوراه جراحات العظام من كليه الطب جامعه القاهره وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو الجمعيه السويسريه للعمود الفقري. الاسم المتميز للغايه دكتور مراد، منور الناس الحلوه. اهلا وسهلا يا فندم. قبل ما ادخل في المقصود بالانزلاق الغضروفي ده، سؤالي الاول الانزلاق الغضروفي انا عايز افهمه منك، يعني احنا بنضر ظهرنا كتير؟ طبعا، يعني في معظم الاوقات زي ما حضرتك قلت في الانترو، معظم الاوقات احنا بنضر ظهرنا، يعني عددنا السيئة اللي بنستخدمها سواء اثناء الشغل سواء اثناء قياده السياره، مطبات زي ما حضرتك قلت، كل الامور دي بتضر ظهرنا بشكل او باخر. ممارسه الرياضه بطريقه غلط بتضر الظهر بشكل كبير. الناس اللي بتعمل ديد ليفت، بتروح الجيم، بتجري على التريد ميل، بتحافظ على وزنها فوزنها بيزيد، كل ده تحميل على الفقرات وتحميل على الغضاريف. لك حضرتك انك تتصور ان عملوا دراسه قالوا ان وزن الانسان ليه دور كبير قوي في التاثير على الغضاريف. يعني لو وزن واحد وزنه 100 كيلو، التحميل على الغضروف تقريبا بيبقى ضرب 3 وهو قاعد، يعني 300 كيلو. فلك تتصور ان واحد وزنه 150 يبقى اكتر من 300 كيلو. فكل الامور دي لازم الواحد يراعيها عشان دايما اللي بيبتدي ما بينتهيش. هو الجيم ده ابن لذينة، الجيم ده اكبر كارثه فيه انك بتلعب على اجهزه بيلعب قبليك ناس اقوى منك. طبعا، طب يبقى ظابطها على درجه معينه، على درجه معينه. فانت بتحاول تقلده. أيوة، انت شايفه ممكن يكون شايفه انت اقل منك في الكتله العضليه. أيوة، انت اقوى وشكل تكوينك العضلي اكبر. أيوة، بس هو بيتمرن اكتر. أيوة، صحيح. وهو لياقته اصغر، هو اصغر سنا وافضل لياقه، او هو محترف. صحيح. فعارف يتعامل ازاي، تقعد انت مكانه بيجي لك الانزلاق الغضروفي. ايه هو الانزلاق الغضروفي؟ الانزلاق الغضروفي الغضروف اصلا عباره عن ماده جيلاتينيه محوطه بإطار فايبرس، يعني ناشف شوية، فبيحافظ على المادة الجيلاتينية دي جواه. لسبب أو لآخر زي العادات اللي احنا قلناها في الأول، المادة الجيلاتينية دي بتخرم الإطار المحيط ليها وتخرج تعمل وجع في الظهر. أول ما تلمس العصب أو تضغط عليه تعمل وجع في المقعدة، وجع في السمانة، وجع في الفخد من وراء مع تنميل وخدلان، وده اللي بنسميه عرق النسا، مش عرق النسا، عرق النسا. عرق النسا ده عبارة عن عرض لمرض معين، مش هو المرض نفسه. يعني واحد قال لي أنا عندي مرض عرق النسا، أقول له لا، أنت عندك وجع بالوصف اللي احنا قلناه ده، ممكن يبقى ليه أسباب تانية غير الانزلاق الغضروفي، وإن كان الانزلاق الغضروفي هو أحد أهم الأسباب. احنا شفنا صورتين بس، ده عرق النسا. تمام. اللي احنا شفناه اللي فاتت دي أشعة بتشرح حاجة مهمة، أو الأشعة طبعا شيء مهم إن الناس تبدأ تستوعبه شوية. طبعا ده علم صعب، بس أنا بحب إن أنا أثقف الناس حول الأشعة. فلو رجعنا للأشعة تاني، أنا عايزك تشرح للناس إحنا شايفين إيه في الأشعة اللي فاتت. الأشعة دي حاجة اسمها انزلاق فقاري أو تزحزح فقاري. دي حاجة شبيهة بالانزلاق الغضروفي. يعني إيه؟ يعني فقرة ثابت مكانها وتحركت لقدام، زي الأشعة اللي قدامنا دي. لما تتحرك لقدام المريض يجي له وجع في ظهره، وعشان القناعه العصبيه دي عامله زي الماسوره، فما اتحركت لقدام اخذت الحزمه الالياف العصبيه كلها معاها قدام.
في عمل الضيق في القناه العصبيه، تعمل عرق النسا برضو اللي هو وجع في المقعدة، وجع في السمانه، وجع في الظهر من ورا مع تنميل وخذلان، وساعات كمان تعمل ضعف في الاعصاب. وليها درجات طبعا وانواع كتير هنتكلم عليها دلوقتي. كويس قوي، هنتكلم على الانواع والدرجات. ايه في فرق بين طبعا الأنواع؟ طبعا هي اصلا يعني جنرالي كده ليها نوعين، نوع بيجي في الناس كبار السن ونوع بيجي في الناس صغار السن. الدكتور ايمن هو احد اهم اسباب وجع الظهر في الادوليسنت اللي هم 12 13 14 سنه هو الانزلاق الفقاري، النوع الثاني منه اللي بيسموه ليتك، اللي هو الوصله اللي بين فقرتين وبعض بتتكسر. تيجي دايما عند اللاعبين لاعبات الباليه لان هم بيميلوا ظهرهم لورا كتير. النوع الاولاني بيبقى سببه الخشونه اللي هو المفصل اللي رابط الفقرتين ببعض، بيحصل فيه تاكل وضعف في الكبسوله المحوطه، فالفقره بتسيب مكانها وتتحرك لقدام زي الصوره اللي احنا شايفينها دي، الفقره الرابعه القطنيه اتحركت على الفقره الخامسه، ودي الدرجه الاولى. دي درجه برضو مزعجه. مزعجه لانها المريض بيجي بيتوجع جدا من ظهره، وحتى هو نايم بيتقلب في وجع في ظهره، طبعا القناه العصبيه اللي وراها بقت ضيقه، فبقى كمان بيشتكي من رجله. فبيجي ده بقى اللي احنا هنشوفه. ده ايه اللي احنا هنشوفه ده؟ ادي بقى العمود الفقري بيورينا ايه بقى. العمود الفقري ده مكون من عده فقرات زي ما احنا عارفين، فقرات صدريه وعنقيه، ودي القطنيه. كل ما نطلع لفوق يبقى الصدريه وبعد كده العنقيه. هو بيوصف لنا كده تقسيمه الفقرات ايه، وبعدين بيقول جايب لنا فقره قطنيه، بيشاورنا بيقول لك ده جسم الفقره، والجزء الخلفي ده اللي هي الاسطوانه اللي ماشي فيها حزمه الالياف العصبيه، واللي بينها ده الغضروف اللي هو بيتحرك. ده الغضروف الصحي الهيلثي يسمح بشويه حركه في الفقرات، عشان نيجي نوطي، نيجي نلف، نيجي نجيب حاجه من الارض. والمفاصل الخلفيه هي الجحيتين يمين وشمال، هي دي اللي بيحصل فيها خشونه، يحصل فيها النوع الاولاني من التزحزح الفقاري، اللي هي دي، دول المفصلين، دول لما يحصل فيهم خشونه الرابط بين الفقرتين يسيب بعضه. الله. فالفقره تتحرك لقدام، ممكن تتحرك لورا على فكره، وفي الحالتين القناه العصبيه بتضيق، فيحصل اعراض عرق النسا اللي هي الوجع في الرجل، وقبلها بيصحبها طبعا وجع في الظهر لان هو الفقره اتحركت وسابت مكانها. الفيديو ده حلو قوي قوي، لانه ده انتوا المفروض يعني دايب على الموبايل بتاعكو عشان تحفظه، تحفظه اللي هو المفصل ده يا فندم، اللي هو لونه بيربل ده على اليمين وعلى الشمال، دي المفاصل الخلفيه للفقرات، دي مهمه جدا جدا في ثبات العمود الفقري، لما يحصل فيها مشكله ولا حاجه يحصل الانزلاق الفقاري. بالتبعيه لما يحصل خشونه في المفاصل الخلفيه اللي احنا اتكلمنا عليها، يحصل خشونه في الغضروف اللي هو الاعرض ده الجزء الامامي، فيحصل خشونه في الغضروف، المريض يشتكي اكتر واكتر، يعني بدل ما كان بيشتكي من حاجه واحده اللي هي الخشونه المفاصل الخلفيه للفقرات، يجي كمان تاكل الغضروف يزود الطين بله، فظهره يوجعه بشده يعني. من كلامك كده انا فهمت يا دكتور مراد ان انت رايح للسن، العوامل السنيه بشكل ما يعني، بشكل او باخر طبعا، لكن في اسباب تانية اكيد احنا بنعمل حاجات تانية، بدليل ان انت وطبعا الادوليس اللي انت قلته ده هنكرره. فانا عايز نبص كده على الاسباب اللي احنا بقى الجرائم اللي احنا بنعملها. طيب احنا لو قلنا اكتر حاجه عدوه للعمود الفقري هي الاوضاع الثابته، يعني راجل بيسوق عربيته فترة طويلة، سواء تاكسي مثلا ولا حاجة، بيسوق عربيته فترة طويلة في طول قاعد 8-9 ساعات قاعد، كمان ممارسة الرياضات غلط، يعني زي ما أنا قلت لو مش تحت إشراف دكتور أو كابتن بيفهم، لاعبات الباليه جيلهم الليتك سبونديلو ده بسهولة جدا، اللي هو الوصلة اللي بين فقرة والتانية تتكسر. وحتى احنا في التعبير العربي لما نيجي نوصف الأدوليسنت تايب ده بنقول إن هو شرخ إجهادي بالعربي، بنيجي نكتبه في تقرير ولا حاجة شرخ إجهادي، فلازم يكون تحت اشراف حد بيفهم عشان ما يحصلش للرياضي مشكله في تاكل الغضاريف. طيب النوع الاولاني بقى اللي هو النوع الناتج عن الخشونه اللي بيجي في كبار السن، طبعا المحافظه على الرياضه بانتظام بعقل هو اللي بيحافظ على قوه العضلات، قوه العضلات تشيل معانا اوزان، فما تشيل معانا اوزان التحميل على المفاصل الخلفيه الفقرات يكون اقل، وبالتالي نسبه حدوث الخشونه يبقى اقل، وبالتالي نسبه حدوث الانزلاق الفقاري يبقى اقل واقل. يبقى لازم بانتظام، لازم بانتظام، ولازم تحت اشراف حد بيفهم. اها انتظام دي مهمه قوي قوي، عشان برضو الناس اللي بتلعب شويه بتلعب سطر وتسيب سطرين، ما في ناس بتعمل كده. صحيح. اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما بيجي لنا مريض طبعا بننصحه ان هو يمارس الرياضه وبانتظام. طب لو قال لي انا مش قادر، اقول له ما تمارسش الرياضه وتقطع. ما تمارسش خالص احسن. الممارسه وثم القطع هو ده الخطر. طبعا هو ده الخطر.
طب الدرجات بقى يعني انا بدات حواري في الاول بالدرجات بتاعت تمام. احكي لي على الدرجات. درجات الانزلاق، درجات الانزلاق الفقاري او التزحزح الفقاري بتتقاس على حسب الفقره دي متحركه لقدام قد ايه او لورا حتى، بس بتتقاس بالنسبه للفقره اللي تحتها. يعني لو عدت ربع او 25% من الفقره اللي تحتها زي ما احنا شايفين في الصوره الاولانيه على الشمال فوق، دي الفقره العاديه اللي الرابط بينها وبين الفقره اللي تحتها. الثاني صوره في النص فوق هي اتحركت درجه معينه، الدرجه دي بالنسبه للفقره اللي تحتها قد ايه؟ حوالي 25% او ربع الفقره. طب اكتر 50% يبقى الدرجه الثانيه، 75% درجه الثالثه، وبعدين تبقى 100% الدرجه الرابعه. في درجه خمسة موصوفه كمان ان الفقره اللي فوقها اتحركت بقت قدامها، وقعت بقى بقت قدامها، وساعتها طبعا العمليه بتبقى كبيره جدا لان احنا بنعمل العيان عمليه من بطنه ساعتها. هقرب بقى من الصوره اكتر واقول لك الاعراض اللي بتنذر والاعراض التي تؤكد. تمام. القصه العرضيه طبعا انا عارف ان الجراحين بيتكلموا على الاعراض بسرعه. طيب هو لو جالي ولد صغير بيلعب رياضه مثلا عنده 12 13 14 سنه بيشتغل من وجع في ظهره، انا قلت له ده شويه اجهاد واديته شويه مسكنات وروح، وبعدين جالي مره تانية قال لي ان ظهري بيوجعني وبرضه اديته شويه مسكنات بسيطة على طول وروح، هل ده منطقي؟ لا، لازم احط في دماغي 3 4 حاجات هي المشهوره تسبب وجع في السن ده، من ضمنها الانزلاق الفقاري. فانا دايما لما يجي لي مريض في السن ده خصوصا لما يكون بيلعب رياضه بطلب منه اشعه معينه، ممكن اطلب منه اشعه قطعيه على فكره لان هي ساعات ما تبانش في الاشعه العاديه او حتى تبان في الاشعه العاديه الديناميكيه اللي هو يتحرك يميل لقدام ولورا، لكن الاشعه المقطعيه بتبقى اكتر دقه يعني. فبيعمل اشعه مقطعيه يبان الديفكت او يبان الكسر او يبان الشرخ الاجهادي في البارس انتر ارتيكولاريس اللي هو الرابط بين الفقره والثانيه. طلبت منه اشعه لقيت ان في شرخ كده. المريض هيجي بعد فتره مش بيشتكي من وجع في ظهره بس، هيجي يشتكي وجع في رجله بعدين، لان الفقره لما حصل فيها اتحركت لقدام القناه العصبيه ضاقت فابتدت توجع له رجله، او ممكن يجي لي على فكره بوجع في رجله بس ما يجيليش وجع في ظهره في الاول، لسه الفقره ما ابتدتش تتحرك بدرجه كبيره انه جاله وجع في 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 ظهره. فاعمل له برده اشعات لو شكيت او حتى بالفحص الطبي شكيت اعمل له اشعات معينه الاقي فيه انزلاق فقاري. طيب هو احنا في الفحص ممكن نلاقي حاجات معينه تشككنا؟ لو الفقره متحركه لقدام بشكل كبير الاستيب دي ممكن تتحسن من الظهر، يعني فقره متحركه لقدام واخده كل العمود الفقري لقدام، طيب وفقره تانية فضلت في مكانها فتحس في ستيب زي سلمه كده بين فقره والتانية. كمان في دور كبير قوي للاشعه العاديه، يعني برضو ما نجريش ورا الاشعه المقطعيه على طول عشان الراديشن، لكن الاشعه العاديه بتبين. يعني في اوبليكس معينه او اشعات معينه بميل معين بميول معينه تبين لنا البارز انتر ارتيكولاريس ده شكله عامل ازاي وفي ديفكت ولا لا. وساعتها ممكن هو الرابط او الليجمنت الرابط ما بين الفقره. بالظبط كده فهمت. احنا شرحناه في الاول ده. بالظبط كده. فهو ده اللي يبان فيه. طيب الديجنريتيف اللي هو النوع الاولاني اللي هو النوع الناتج عن الخشونه. النوع الناتج عن الخشونه اذا تحت فقرات فيه بتبقى بدرجه اقل، لان مهما كان برضو لسه في رابط، هو المفصل هو اللي ضعف فسمح ان الفقره تتحرك لقدام. فما يجي مريض زي كده ما بلاقيش الفقره متحركه لقدام قوي، لكن مريض جالي كبير في السن بيشتكي من وجع في ظهره، عملت له اشعات لقيت ده النوع الاولاني اللي هو الليتك اللي هو بيجي في صغار السن. لو حضرتك لاحظت ان ده الفقره متزحزحه بدرجه كبيره قوي عن الاشعه الثانيه اللي احنا هنشوفها، هو جده حولان خالص، ده رايحه في ناحيه خالص يعني خالص. جده حولان. ودي دايما على فكره اللي هي النوع اللي قبل ده بتيجي في بين L5 و S1 اللي هو فقره القطنيه الخامسه او العجزيه الاولى. بتيجي في العيال الصغيره؟ بتيجي في العيال الصغيره والله عظيم. والله يعني 14 سنه ده بيجي جات له منين اللي فات ده؟ ارجع يا عم للصوره الثانيه ما نشوف الواد ده جات له منين. الله يخرب بيته. بيلعب حاجه ده ولا ده؟ ممكن يكون بيلعب تنس. لا مش تنس، حاجات بتحتاج باك اكستنشن، بيحتاج يعمل تمدد للظهر زي بتوع الجمباز. الجمباز بالظبط كده. وفي بتاعة الكوره من ايه اللي على أيوة اللي بيفردوا ظهرهم عليها دي. فرحانين بيها قوي دي. هتلاقي تيك وبعدين حس بوجع وبعدين الوجع قعد يتفاقم اخذ مسكنات على السنش وبعدين راح لدكتور، دكتور ممكن ما ياخدش باله في الاول لو الفقره مش متحركه بدرجه كبيره، وبعدين يبتدي يروح بقى لمجموعه من الدكاتره فواحد منهم يشك فيتعمل له اشعه يبان الحاجه دي. يبان ده النوع الاول. ده النوع الاول. النوع. طب نشوف الصوره اللي بعد كده، النوع الثاني في الزحزحه الفقاريه. ده النوع الثاني ده بيحصل في كبار السن. يكون زي ما قلنا المفصل المفاصل الخلفيه الفقرات اللي هو يمين وشمال حصل فيها خشونه. لما يحصل فيها خشونه الفقره او الرابط بين الفقرتين يضعف فتطلع لقدام، لكن مفيش هنا شرخ ولا كسر. لكن فالرابط بين الفقرتين يضعف فالفقره تطلع لقدام، فيجي واحد كبير في السن او واحده كبيره في السن تشتكي من وجع في ظهرها مزمن واحنا عمالين نديها في علاجات ومسكنات، وتشخيص رقم واحد عشان نعرف عندها ايه، حتى هي عشان الست ترتاح.
وبعدين بقى نخليها تلبس حزام وتاخد شويه ادويه وترتاح، وان شاء الله الامور بتتحسن بدرجه كبيره يعني. لو انتقلنا الى كلمه مانجمنت، وكلمه مانجمنت غير تريتمنت طبعا. مانجمنت يعني تشخيص وعلاج. بالظبط، ازاي نشخص، نعالج، ازاي نعمل الخطه العلاجيه لمختلف الدرجات؟ طيب، هو المريض في الاول بيجي العياده بيشتكي من مجموعه اعراض زي ما احنا قلنا، بيشتكي من وجع في ظهره، والوجع في ظهره ده قعد مستمر معاه فتره قبل ما يشتكي من وجع في رجله. الوجع في رجله ده بيبقى في السمانه، في فخد من ورا، في كمان بيصاحبه تنميل وخدلان، وساعات كمان بيجي مع ضعف في رجليه للاسف بسبب طول الضغط على العصب. المريض بعد ما اخد منه الهيستوري بقوم افحصه حس اللي بقول لحضرتك عليه، السلمه اللي في ظهره دي لو درجه كبيره من التزحزح او من الانزلاق الفقاري، اخليه مايل لقدام ظهره ممكن ما يوجعوش. طب يميل لورا مطرح الشرخ الاجهادي او تاكل المفاصل الخلفيه للفقرات، يبتدي يحس بوجع، فاعرف ان عنده المشكله في الجزء الخلفي من الفقرات مش في الجزء الامامي. يعني لو افترضنا ان الغضروف ده جزء امامي، المفاصل الخلفيه والبارز انتر ارتيكولاريس ده في الجزء الخلفي اللي هي الخلفيه في العمود الفقري، فالمريض ما يميل لورا يحس بوجع، فابتدي اشك ان الجزء الخلفي هو اللي فيه عيب، اطلعه على السرير وبعدين افحص قوه عضلاته. ما ممكن يكون الانزلاق الفقاري او التزحزح الفقاري ده اثر على الاعصاب الطرفيه الحركية. لازم افحص طبعا، فلازم افحص عضله عضله وحركه حركه، وكمان ممكن يعمل فرق في التنميل بين الناحيتين، فرق في الاحساس بين الناحيتين. كمان جزء مهم قوي ان انا لازم استبعد اسباب تانية لوجع الظهر. الاسباب التانية لوجع الظهر شائعه جدا، يعني لازم وانا بفحص الظهر افحص مفصل الحوض. مفصل الحوض قريب جدا من الظهر، ممكن يبقى واحد جاي بيشتكي لي من ظهره وهو مشكلته مفصل الحوض، خشونه في مفصل الحوض، شرخ كسر اجهادي بسبب لاعب رياضي بيحصل نيكو فيمر في العنق عظمه الفخذ، فلازم افحص برضه مفصل الفخذ. وبعد كده ما يجي لي اشوف الاشعات واطبقها بالفحص اللي انا شايفه، اشعات عاديه ديناميكيه للامام والخلف، وكمان اشعات مائله عشان اشوف البارز انتر ارتيكولاريس. ساعات اشك بس ما اتاكدش المفصل الخلفي للعمود الفقري تمام. وكمان الاشعه المائله اللي هو يمين وشمال تبين لي البارز انتر ارتيكولاريس، والاشعه لو انا شكيت في الاشعه العاديه ومش متاكد اعمله يعمل اشعه مقطعيه، وساعتها التشخيص بيبان بدرجه اكبر وادق. ايه الجديد في علاج الانزلاق؟ كنا زمان على فكره المريض اللي عنده تزحزح فقاري كنا ممكن نديله شويه ادويه ويلبس حزام وينام في السرير 3 شهور يعني، وان شاء الله تلحم وطبطب عليه وكده. وبعدين جاء تدخل موضوع المسامير عنق الفقره اللي بتعمل فيها تثبيت الفقرات، جت قبلها بقى كنا بنستخدم شرايح اللي بتستخدم في الكسور العاديه، يعني كنا بنستخدم الشرايح اللي بتستخدم في كسور الفخذ كنا بنستخدمها في تثبيت الفقرات، وبعدين جت المسامير اللي على الشاشه دي. المسامير دي اسمها مسامير عنق الفقره لان الجزء الاولاني اللي دخل فيه هو عنق الفقره. وبعدين الناس اللي عندها هشاشه عظام بقت المسامير دي ما بتمسكش، فعملنا تطور في المسامير، المسامير بقت ما تخش جوه الفقره تتنفخ زي ما شفنا في الفيديو اللي فات ده، فتمسك اكتر. وبعدين تطورنا اكتر بقت المسامير مجوفه ومثقوبه، فتحن فيها اسمنت فتمسك في الفقره اكتر واكتر. وكمان بقينا ممكن نستخدمها من غير جرح، يعني ثقوب من خلال الجلد، ودي طبعا بتتم بالات معينه وشركات معينه، زي ده مسمار يمين ومسمار شمال، هتلاقي في اكستنشن عمود طالع من كل مسمار، ده طالع فوق الجلد عشان جايد لينا او مسار لينا ندخل منه المسمار. وبعدين آلة معينة نركب منها الدعامة اللي بتربط المسمارين ببعض. التثبيت الفقرات مش هدفه بس ان الفقرتين يتثبتوا فالوجع يروح، لا كمان بيبقى ليه دور في ان هو يرجع الفقرة مكانها، لان هو لو في ورا فقرة منهم متحركة وفقرة سليمة، انت ما تربط دي بدي وتريديوس او تجيب بآلة معينة بترجع بتستعدلها. معلش الكلمة لا بس دي طبيعية. لا صحيح. يعني ريديوس، ما هي ريديوس يعني استعدال. بالظبط كده. فبتعمل استعدال. كمان لازم يصاحبها طبعا توسيع القناة العصبية لو المريض بيشتكي من اعراض ضيق قناة عصبية. فلازم نعمل له توسيع للقناة العصبية ونسلك على مخارج الاعصاب، والعملية بتقعد حوالي ساعة ونص ونتيجة كويسة جدا يعني. هو المشكلة في الناس اللي هي بتتأخر عن العمليات، فيحصل درجة تانية أو التالتة أو الرابعة أو السبونديلوتوزيس الخامسة، ساعتها العملية تبقى أكبر وأكبر والمريض نتائجه ما بيبقاش زي ما جه في الأول وعمل العملية. يعني مثلا هنا دي قبل وبعد. دي قبل وبعد. شوف لو حضرتك لاحظت الصورة على اليمين اللي هي بعد العملية، الفقرة رجعت مكان. ومش بس كده، مكان الغضروف في دعامة، الدعامة دي اللي هو بنشيل الغضروف بالكامل نحط دعامة، دي تزود الثبات وتزود الالتئام.
لان انت حاجه اسمها سيركمفرنشال فيوجن، انا عملت بوسترولاتر فيوجن يعني الجزء الخلفي خليته يلحم في بعضه، وكمان الجزء بين الفقرتين خليته يلحم في بعضه، فالسيرفيس اي او في السيرفيس اريا او المسافه بين الفقرتين زادت، فحصل فيوجن احسن. دايما السؤال اللي بعتيه على طول الناس هتسالك، يعني ماشي هنعمل ده كله، الحركه بتاعتي هتقل ولا هتبقى طبيعيه؟ لا مش هتقل خالص. اقول لحضرتك هنتفاجئ بحاجه، احنا واحنا قاعدين على الكرسي انا وحضرتك، التانية القاعدة من مفصل الحوض مش من الظهر. طيب لو افترضنا ان الظهر ليه دور في الثاني، درجة الفقرات اللي انا بثبتها دي حوالي 3 أو 4 درجات، حاجة غير محسوسة على الاطلاق. بالمنقلة زي ما بالمنقلة كده 3 أو 4 درجات، شوف انت الحركة الانسان قد ايه. خالص. في وسط الكلام العلمي ما شاء الله عليك، يعني انت انطلقت كالصاروخ علميا وانا ماشي وراك ايه انهج. في ناس بتفتي، يعني في ناس بتروح وخصوصا في العمود الفقري، البرانش بتاع نيورو سيرجري ده في كميه فتي دلوقتي غير عاديه. ناس ابسط حاجه عندهم، لا يا عم تعمل عمليه، لا والنبي ما تعمل عمليه، لا ده انا هجيب لك الحزام، وطبعا النصابين اللي موجودين في القنوات اللي تحت السلم دول بيفتوا رخرين، بيعملوا كوارث. يقول لك ايه، بص انا هجيب لك الدهان، الم في الظهر اذا كنت تشتكي من في ظهر، هجيب لك الكريم، كريم بقى كنت دهنته على ظهر. هو مش عارف يعني ايه الم في ظهر. الم في ظهر ده مش مرض، الم في ظهر ده عرض لمرض. صحيح، قد يكون التهاب عضلي، قد يكون اللي انت قلته انزلاق فقاري، واحنا عمالين نشرح فيه 90% من الحلقه، قد يكون انزلاق غضروفي. صحيح. بس اللي هو في 10% في الاولانيين. فناس بتستهبل وناس بتستخف بعقول الناس، وحاجه يعني مسخره. فانا جبت لك نموذج، هوريك هسه معاك نموذج. تمام. ابو العريف. ماشي. قول يا سيدي. يا باشا صبح الميكانيكي عنده 2 شباب بيساعدوه، تايسون ومجانس، الاتنين جتة كده ينفعوا بودي جاردات. امبارح رحت له يبصلي على العربية، لقيته قاعد على الدكة وتايسون ومجانس هما اللي شغالين لوحدهم. جري يا عم صبحي ما بتشتغلش بإيدك ليه زي كل يوم؟ قال لي والله يا باش مهندس ظهري تعبني، الدكتور قال لي عندي انزلاق فقري. قلت له آه سلامتك، بس ما تتخضش، الموضوع بسيط، تلاقي من المجهود فقرة انزلقت كده عاوزة تتشد عشان ترجع مكانها. قبل ما تقفل النهاردة افرد جسمك على الدكة ومجانس وتايسون يشدوك شدة حلوة من ايديك ورجليك زي الزرجينة بتاعت السمكري، سيبهم بس يتعافوا عليك واستحمل شوية وهتدعيلي. طب والله العظيم الكلام ده دوت الناس بتعمله فعلا. لا ده عدد مش قليل من الناس بتجيلي في العيادة بتقولي انا عملت استعدال على البارد وعملت راجل بتاع العصاية وعملت قرص النحل، كتير جدا لو الحكايه دي بالذات. انا كان حد مره قال لي ده انا بخلي ابن اختي يمشي على ظهري. وبتحصل كتير في العياده، بيجي ناس كتير يقول لي انا ما برتاحش غير لما ابن، طبعا حاجه يعني حاجه نفسيه بتربط بينه ان هم يعملوا تدليك على عضلات الظهر هيرتاح جزئيا، لكن ممكن يفقم له المشكله. اللي هو تجاهله والزمن ما يمر عليه، الانزلاق فقاري بعد ما درجه اولى بقى درجه ثانيه وثالثه ورابعه. بس حكايه الشد ده دي تودي بتهي. طبعا في ناس بتشل بسبب الموضوع ده، بس اكتر فقرات العنقيه اكتر. صحيح. لو شد فقرات العنقيه شدت الرقبه دي ممكن تموته. طبعا يعني انا لو المريض جه عمل كده اقول له ما تعملش حاجه خالص، احسن ما تروح للناس دي. الناس بتاعت الاستعداد على البارد. على البارد بالظبط كده. ده انا شفت فيديوهات اليوم حاجه مسخره يعني منتشره جدا. بيدقوا على ظهر البلد كانه بيدقدق على عربيه صاج، وهو غالبا كان بيشتغل كده قبل كده لان طريقه الدق بتاعته محترف. انا شفت مره واحد معلق وراجل في السقف من رجله وعمال يعمل له يشده وبيقول له بستعدل الفقرات، معلق رجله يعني ابسايد داون. رابط رجله في تعذيب السقف. يعني في السقف وعمال يشده لتحت بيقول له بعمل له استعدال على الفقرات. انا ما اعرفش الراجل ده روح ولا لسه ولا راح طلع الطرق. في فيلم كان في فيلم زمان قوي كانت يعني بيحكي يعني تعذيب بقى ايام زمان قوي، فيلم شروق وغروب بتاع رشدي اباظه الله يرحمه. فكانوا معلقين ناس من رجلهم. يعني انت تعذيب ازاي؟ تعذيب. تنورت وابدعت. الله يخليك. ما شاء الله يعني فعلا يعني اسلوب علمي راقي جدا، وزي ما قلت حوار علمي ما شاء الله منطلق بشكل راقي للغايه، ونتمنى ان انت تشرفنا تاني لانه في مواضيع كثيره قوي عايزين نطرحها، عايزين نتكلم على عرق الناس. النهارده احنا مررنا على عرق الناس مرور الكرام لانه مش المين بارت، المين ارتكل النهارده كان انزلاق الفقاري، لكن عرق الناس يحتاج. طب الفقرات العنقيه عايزين لها حلقه، ده دي بقت كتير قوي. ده لو انا جاي لك النهارده
واحد اتصل بي بيقول لي واحدة قريبته وعندها مشاكل في الفقرة العنقية وتنميل. طب أنا هل هي سكر عمل لها تنميل ولا الفقرة الانزلاق عمل له تنميل؟ والقضية بتاعت الأشعة بتقول، طب أنا أعراضي صحيح بتقول ولا صحيح لازم نربط دي حتة مهمة قوي جدا. لا ده أنا مذاكر قوي. نورت. الله يخليك. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور مراد عمر مختار استشاري ودكتور جراحات العظام والعمود الفقري، صاحب دكتور جراحات العظام من كلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية السويسرية للعمود الفقري. نورت الناس الحلوة. شكرا فندم. خليكم دايما مع الناس الحلوة. أهلا بكم. هذا يوم مهم للغاية للغاية. وأقول لكم ليه؟ لأنه أولاً ضيف العزيز هو واحد من أساطير طب البطنة وأساطير العلوم الطبية في مصر، ده دي مفاجأة. لكن في كمان موضوع النهاردة بنتكلم فيه، الكلى يا جماعة، فشل الكلوي المزمن واحد من أهم المواضيع وأخطرها، ودي قضية قومية شديدة الأهمية لأنه انتشار الموضوع وقسوته كبيرة للغاية. الموضوع مهم والضيف شديد الأهمية. دكتور من طراز خاص، أستاذ الأساتذة، علم أجيال، وتميز بأسلوبه الرائع جدا وبشيء كان يثير إعجابنا طوال السنوات الماضية، وهو كم الحب الذي يحيط بهذا العالم الكبير. كم الحب من تلامذته، من زمايله، من كل من تعامل معه، إخلاص ما بعده إخلاص، وعمل يعني أكاديمي رائع، تاريخ طويل جدا ما شاء الله، رغم أن أنا أراه شابا لكن أنا واحد من تلامذته، يعني أنا من الناس اللي ذكرت من ورقه ومذكراته وكتبه واستمعت إلى محاضراته. عين شمس، كلية الطب جامعة عين شمس، هو فيها أسطورة، وأيضا في كلية الطب في مصر كلها يعرفون قيمة ضيف العزيز. صعب جدا انه في المستقبل نحصل على مثل هذا الجهد، مثل هذه العقليه الجامعه للعلوم الطبيه الخاصه بواحده من اصعب المواد عبر التاريخ، وهي امراض البطنه العامه. ضيف العزيز هو اعتقد مفاجاه كبيره جدا، لان كل طلبه كليات الطب النهارده لازم يقعدوا يسمعوا استاذ الاساتذه واسطوره الخاصه والكبيرة جدا في علوم البطنة، أستاذنا الأستاذ الدكتور أسامة محمود. واحد من أساطير طب البطنة وأساطير العلوم الطبية في مصر. اعتلال الكلى المزمن له أسباب كثيرة جدا نقدر إحنا كمان نتجنبها. أنا مش عايزك تتعامل مع المريض كأنه زبون، لا، أنا عايزك تتعامل معاه كإنسان. أكتر جهاز حساس قوي الجهاز الهضمي. أنا كل ما يجي لحد في العيادة أقول له بتستخدم مسكنات؟ يقول لي آه. الباراسيتامولات كلها آمنة. الدكتور اللي بيحضر في المستشفى هو ده الدكتور اللي بيبقى قادر على علاج المرضى. جاي لحضرتك بالأعراض دي ومش باين عليه إنه عنده حاجة خطيرة؟ أحيانا ما بيبانش. الأستاذ الدكتور أسامة محمود، أستاذ أمراض البطنة والكلى بكلية الطب جامعة عين شمس. أستاذنا الأستاذ الدكتور أسامة محمود، هذا شرف كبير للغاية وسعادة ومفاجأة رائعة لكل طلاب مصر انهم يشوفوا استاذ دكتور اسامة محمود. طبعا طلبة عين شمس كلهم عارفين، لكن في طلبة في مصر كتير يسمعون الصوت لكن لم يروا دكتور اسامة محمود، فدي شرف كبير لنا هذه الزيارة، وشرف كبير لي برضه دكتور ايمن ان انا ابقى موجود في هذا اللقاء. ده شرف لي انا، يعني اسطورة كبيرة جدا وعالم جليل واداء رائع عبر سنوات وتضحيات كبيرة، وكل ده كمان يعني دايما حضرتك اي حد يذكر اسم اسامة محمود يذكر وراه كم الحب والعرفان والجهد والاخلاص وحاجات كتيره جدا خاصه بيك، فيعني قبول اذا احب الله عبدا
وضع له القبول في الارض. فانت عندك القبول ده ميزه رائعه، فربنا يزيدك وشرف كبير لنا هذه الله يخليك. وانا كمان عايز ابدا الحوار بسؤال عام، لماذا اختار الاستاذ دكتور اسامه محمود بعلم الغزير امراض البطنه واسعه كل الفروع حضرتك يعني ما شاء الله بتشرحها باقتدار شديد، لماذا اخترت اول حلقه تكون عن الفشل الكلوي؟ هو شوف، هو طبعا اولا يعني هو التعافي البطنه العامه بتبقى فيها تخصصات برضه، فانا التخصص بتاعي الدقيق هو الكلى، الصب سبيشالتي، الصب سبيشالتي الكلى. فطبعا مرض الفشل الكلوي المزمن او بنسميه يعني بلفظ اخر اللي هو اعتلال الكلى المزمن، طبعا هو متفاشي في المجتمع، والحقيقة له أسباب كثيرة جدا نقدر إحنا كمان نتجنبها. فلو إحنا يعني أشرنا لهذه الأسباب وزي نتجنب الحكاية دي، إحنا ممكن نقلل كتير قوي قوي من المعدل بتاع انتشار هذا المرض في مصر. يعني لدرجة إن العيان نفسه ممكن هو اللي يجيب لنفسه هذا المرض ببعض الأخطاء وبعض العادات السيئة، هنتكلم عليها إن شاء الله كطرق يعني وقائية. عظيم. كالعادة هنمشي بالأسلوب الكلاسيكي، التعريف. التعريف المزمن، كلمة مزمن وفشل للكلى. تمام. هو شوف، هو كلمة الفشل الكلوي المزمن هي كلمة يعني الحقيقة قاسية شوية، فطبعا العلماء بدأوا يخلوها بدل ما نقول كرونيك رينال فيلير هنقول كرونيك كيدني ديزيز، اللي هو مرض اعتلال الكلى المزمن، او يعني بطريقه عشان المستمعين يبقوا فاهمينها اللي هو هنقدر نقول قصور مزمن في وظائف الكلى. ايه معناه؟ معناه انه حصل تدهور في وظائف الكلى بيتوافر فيه بعض النقاط. اول نقطه ان يكون هذا التدهور تدريجي جراديوال. النقطه الثانيه سلولي بروجريسيف. طبعا جراديوال دي يعني على مر السنوات، سلولي بروجريسيف يعني هو بيزيد مع الوقت بشكل بطيء، وهو ايرفيرسيبل مع الاسف. بمعنى ايه ايرفيرسيبل؟ ان هو المريض مش هيرجع للحاله الطبيعيه بنسبه 100%، بس ممكن يتحسن. انا لما اشوف العيان لاول مره انا ما اعرفش هو كرونيك ولا مش كرونيك، فانا بتابع هذا المريض، واذا ثبت انه المرض او وظائف الكلى مختله لمده تزيد عن 3 أشهر بالنسبه لي انا هقول ان دوت كرونيك كيدني ديزيز، او يعني اللي هو اعتلال الكلى المزمن. ده التعريف. طبعا انا ليه بقول كلمة فشل كلوي مزمن قاسية؟ لأنه النهاردة الكرونيك كيدني ديزيز ده أو اللي هو قصور الكلى المزمن بقى درجات، في الدرجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. طبعا الدرجة الأولى دي يعني بيبقى تقريبا وظائف الكلى تقريبا سليمة 100%، بس العين عنده شوية زلال، عنده مثلا نسيج الكلى في الموجات الصوتية متأثر شوية، عنده بعض الحصوات وحاجات من هذا القبيل. بتيجي الدرجة الثانية بيبقى برضو يعني وظائف الكلى أقل شوية، ولكن ما زالت الكلى تقوم بوظائفها. الدرجة الثالثة وهكذا، ابتداء بقى من الدرجة الرابعة يبدأ المريض فعلا ان هو يشعر بأعراض معينة، وطبعا الدرجة الخامسة دي هي آخر درجة اللي احنا بنقول عليها الاند ستيج رينال ديزيز، اللي عندها بيبقى العيان يحتاج الى اللي هو الاستصفاء الدموي، اللي هو الغسيل الدموي اللي بيقول عليه، أو زراعة الكلى. فيعني ياريت نكلم العيانين بالطريقة دي وما نقولوش أنت عندك فشل كلوي ومزمن. حرام يعني. اللفظ بيكون قاسي وقاسي جدا على المريض جداً نفسه، ممكن يكون عنيف. بالظبط. حضرتك في التعريف قلت جملة مخيفة جدا وفي نفس الوقت مهمة جدا، إنه المريض قد يلحق بنفسه شيء ويعمل في نفسه حاجه فتؤدي الى الفشل الكلوي. ما دي الاسباب. ما هي دي بقى الاسباب. ما هو ده هيجرني لسؤال عن الاسباب، والاسباب في الكتب صفحات عديده. بالظبط. كبيره كده. بالظبط. لا احنا ممكن نقولها بشكل مبسط. طبعا اسباب الفشل الكلوي المزمن او
قصور الكلى المزمن، نمرة واحد السكر دايابيتس ميليتس، ده تقريبا بيمثل حوالي 20-40% من مرضى قصور الكلى المزمن. طبعا ده بيبقى أكتر كسبب للفشل الكلوي المزمن في البلاد المتقدمة، لأن مرضى السكر يعني طبعا هناك في رعاية طبية طبعا عالية جدا، فتلاقي مريض السكر يعني بيعيش مدة طويلة جدا جدا جدا، فبص تلاقي عدد مرضى السكر بقى كتير فعلا، فهنشوف فيهم القصور الكلى المزمن كثيرا طبعا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقى بيجي بعد كده اللي هو ضغط الدم، وضغط الدم ده بيمثل حوالي من 5%-20% حسب المكان، حسب الدولة، التوزيع الجغرافي وهكذا. طبعا الضغط، يبقى نقدر نقول كده الضغط والسكر لازم الاتنين دول يتظبطوا على سنجة 10، لازم من البداية. يجي بعد كده بقى في عندنا اللي هي الالتهابات المناعية في الكبيبات الكلوية اللي هي الجلوميرونفرايتس، دي مثلا ممكن تمثل حوالي 10-20% من الحالات. في عندنا كمان اللي هو تيوبل انترستيشال ديزيزز، اللي هو بيبقى اعتلال في انابيب الكلى والانسجة المحيطة بها، دي ممكن تمثل من 20-30%، وطبعا بيندرج تحتها بقى اللي هو الإشعاع والنقرس والاستخدام السيء للمسكنات اللي أنا هتكلم عليه دوت. في كمان العيوب الخلقية زي مرض مثلا تكيسات الكلى، ده عيب خلقي مشهور جدا، والعيوب الخلقية عموما بتمثل حوالي يمكن 5% من الأسباب. في بقى الذئبة الحمراء يعني، وأسباب أخرى يعني كثيرة يعني، لكن الأسباب اللي احنا قلناها دي هي المهمة. فده هيجرنا لإيه بقى الأسباب دي؟ الأسباب ده هيجرنا إن احنا نمسك نقول يا جماعة اللي عنده ضغط لازم تظبطه، اللي عنده ضغط ما يقعدش يقول أنا عارف الضغط بتاعي بعرفه من دماغي، يقول لا لا أنا ما بقسي، أنا بعرف الضغط من دماغي، عنده صداع ولا ما عنديش. الضغط ملوش دعوة بالصداع، ممكن يبقى ضغطك عالي قوي قوي وانت مش عارف. فلازم المتابعة بالقياس. مريض السكر طبعا حركة يعني حركة يعني سيد العارفين بقى في السكر دي الشغلة بتاعت حضرتك. فمريض السكر ده احنا بنقعد نتابعه كسكر، لا لازم ان احنا نعمل سكرينينج على الكيدني فانكشن. بالنسبة للمرضى اللي هم بتوع الجلوميرونفرايتس اللي هي الالتهابات المناعية، احنا لابد ان احنا early diagnosis، عايزين كشف مبكر عنها بسرعة بالزلال، screening بالزلال في البول، ونقدر ان احنا نتدخل بالعلاج ونقدر ان احنا نوقف المسألة دي. نيجي بقى على القصة اللي هي بتاعت استخدام المسكنات. احنا عندنا في مصر مفيش حد، انا كل ما يجي لحد في العيادة اقول له بتستخدم مسكنات يقول لي اه، صداع، مفاصل، ظهر، أسنان، وطبعا السيدات ركب، والركب طبعا الركب دي أساسية، الركب بالظبط، والبنات أكتر، الستات أكتر بكتير طبعا من الرجال. وطبعا استخدام بقى الهيل أنهي أدوية، الباراسيتامولات كلها آمنة طالما أن أنا بستعملها بإسرابيوتيك دوز اللي هي الجرعات المناسبة، إنما الأدوية المسكنة المضادة للالتهاب هي دي اللي بيحصل منها سوء استخدام بشكل غير عادي. يعني تلاقي حتى الراجل يجي يقول لي إيه، أنا ما عارفش أشتغل الصبح، لازم أقوم من النوم الصبح أشرب فنجان القهوة وأخد القرص وأشرب السيجارة معايا أبتدي أشتغل، يعلي ضغطه وياخد يومياً يومياً على هذا. فطبعاً الناس دول بيجوا هم عملوا كده في نفسهم، بس هم معذورين، هم محتاجين حد يا جماعة استخدام المسكنات المضادة للالتهاب لازم نحد منها، ولازم تبقى تحت إشراف الطبيب. الترامادول من أسوأ الحاجات. والله شوف، هو الترامادول يعني إحنا حتى الناس اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز لما يبقى عنده ألام شديدة جدا جدا، فإحنا مش عايزين نديله المسكنات اللي هي المضادة للالتهاب، مش عايزين نديها له، هتبتدي تعمل أجريفيشن، هتزود القصور
القصور بتاع وظائف الكلى. فإحنا ممكن نستخدم ترامادول بشكل مؤقت بلو دوز، بجرعة قليلة حوالي 50 ميلي جرام في اليوم، ممكن عشان نعدي مرحلة كان فيها ألم مثلا، بالإضافة إلى الباراستامولات والحاجات اللي زي كده، ده ممكن. لكن طبعا انا مش هقدر استعمله على طول، لان طبعا ده بيعمل ادمان وبيعمل طبعا مشاكل يعني اخرى. ديت فيما يتعلق بالاسباب. بس في نقطه بقى عايز اقولها برضو كمان، انا عرفت الاسباب، طب انا عايز اعمل كشف او تشخيص مبكر لهذا الموضوع. ايوه، التشخيص المبكر ده بيجي ازاي؟ نمسك بقى يا جماعه اللي عنده ضغط، اللي عنده ضغط قست وظائف الكلى، عملت كرياتينين في الدم. اللي عنده سكر انت عملت كرياتينين في الدم، فلابد امسك مين بقى؟ اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكر واللي بيستعملوا مسكنات، تمام، والناس اللي هم اللي عندهم النقرس، الناس اللي عندهم تاريخ مرضي لحصوات، التهابات في مجرى البول، الام مفاصل، الناس دي كلها كاتيجوريز مهمه جدا، لابد الناس دي كلها تعمل لها وظائف كلى من البداية. طب احنا عايزين بقى نعمل كشف مبكر على نطاق أعلى وسهل. نمسك، والله نفسي في كده، وحياة ربنا نفسي في كده، نفسي نمسك طلبة المدارس، سيرم كرياتينين وعين البول، تحليل بول، تمام، خلصنا طلبة المدارس نخش على طلبة الجامعة، نبتدي نشوف كرياتينين في الدم وتحليل بول، ومعامل ترعى الحكايه دي سهله جدا جدا، ممكن ترعى الحكايه دي وشركات حضرتك الأدوية. تحليل البول ده بالستريب شريط شريط حاجات سهله جدا جدا جدا، لان الفشل الكلوي المزمن ده هو بيكلف الدوله يعني ملايين ملايين ملايين، والعيان يا عيني بيبقى برضه مسكين. فاحنا النهارده كان ممكن نعمل حاجات كتير قوي تقلل من الحكايه دي. برضو عندك برضو مثلا نمسك ايه الرياضيين كلهم، الناس اللي بيلعبوا الرياضة دول انا ما بقاش عارف يعني، هل هم الفرق في جميع الالعاب دول شباب وبيبذلوا مجهود كبير جدا، هل الناس دول بيتعمل لهم سكريننج لامراض القلب وامراض الصدر وامراض الكلى وامراض الكبد في النوادي الكبيرة؟ لكن في الحياة التانية لا. برافو عليك. الانديه الصغيره يعني اللي على فكره بس الاهلي والزمالك والمقصه هم دول اللي بتعملوا ده، كمان الانديه الكبيره مش كلهم. انا ساعات بسال ولاد كده في الرياضه يقول لي لا ما حدش عامل هنا، انا بستغرب دي، انا بستغرب منها. خش بقى على موظفين البنوك، خش يعني نقدر المعامل نفسها فعلا ترعى ده. وطبعا برضو وزاره الصحه ممكن هي ترعى هذا الموضوع، بالذات سكريننج لمرض السكر، سكريننج الضغط، البحث عن وظائف الكلى، البحث عن وظائف الكبد. دي الحاجات دي لو اتعملت واتعمل لها تشخيص مبكر هبص تلاقي احنا هنوفر فلوس كتير جدا جدا بعد كده للدولة. بشوف حالات كتير الفترة الأخيرة ان الولاد اللي بيروحوا الجيم في الشباب وتلاقيهم مكون عضلات كده، وجه عنده سكر فجالي وقال لي انا بشتكي من الكلى وبتعامل بتعالج او بتابع مثلا مع استاذ كلى بيتابع الكلى بتاعته باظت بالظبط او شاف شرفت على البوظ بالظبط، فهو بيبقوا خدوا حاجات. انا عايز افهم من حضرتك برضو، هل الحاجات اللي بياخدوها في الجيب ممكن توصل الكلى؟ والله شوف حضرتك، هو في بعض حاجات طبعا الانابوليكس والهرمونات اللي بياخدوها دي ودي ممكن على فكره احيانا طبعا دي بتاثر على الكبد، تعمل بقى طبعا كوليستيزيز وبتعمل مشاكل في الكبد كتير، توقف العصارة وإلى آخره بالظبط كده. لكن بالنسبة لينا برضو، ما هي الأدوية دي برضو تساعد أيضا برضو على ارتفاع ضغط الدم، بتعمل سولت أند ووتر ريتينشن، فممكن ترفع ضغط الولد اللي هو أصلا كمان سسبتابل اللي عنده في طبعا. وارتفاع ضغط الدم هيعمل برضو مشاكل. في بقى المواد اللي هي الكرياتين والحاجات اللي بياخدوها كتير دي ساعات بتعلي قوي اليوريك اسيد، فاليوريك اسيد لما يعلى في الاولاد دول ولفتره طويله ممكن ياثر على الكلى. بالظبط. عايز اروح للعظم يعني قبل ما نمشي النهارده، العظم يعني في الجزء احنا النهارده الجزء الاول بس مش عايز امشي قبل ما اخد لازم العظم طبعا العظم هو احنا بنسميه اللي هو
مينرال بوند ديزيز، او بنسميه الاسم القديم يعني اللي هو او مينرال بون ديس اوردر. الاسم القديم طبعا كنا بنسميه دايما رينال اوستيو ديستروفي. طبعا ده سببه الرئيسي، انا بيحصل لي ثلاث مشكلات. فيتامين د بيتم تنشيطه في الكلى، مش هيبقى نشط، وبالتالي الكالسيوم هيبتدي ينخفض. الفوسفور بيطلع من الجسم اساسا عن طريق الكلى، يبقى عدم وجود فيتامين دي وانخفاض مستوى الكالسيوم وارتفاع الفوسفور، التلاتة دول بيعملوا تريجر على طول للباراثايرويد جلاند اللي هي الغدة الجردرقية. هي بقى تطلع الباراس هرمون، والباراس هرمون بقى هو اللي هيشتغل، هيبتدي يعمل بقى الاوستيوكلاست اكتيفيتي، ويبتدي يحصل بون ريزوربشن، ياكل ياخد الكالسيوم من العظم، ياخد الكالسيوم بقى من العظم، يخوخه. كلمه دي كلمه مصريه، يخوخ العظم، او حتى بيسموه كده اوستايتس فايبروزا سيستيكا. بالظبط كده، بالظبط. وطبعا بقى الدنيا تبتدي تتدهور، ويبتدي يخش بقى في اوستيوماليشيا، ويبتدي يخش اوستايتس فايبروزا سيستيكا، اللي هو بقى اللي هو بقى العظم نفسه يحصل فيه نوع من الهشاشه العنيفه. بالظبط. الكارثه بقى ان العظم دوت لو لما بيحصل فيه كده، احيانا المريض يشتكي من الام العظم، الدكتور بقى مش واخد باله، يروح مدي للعيان ايه الادويه المضاده للالتهاب، المسكنات، يروح منيل الدنيا يروح منيل الدنيا قول له يا عم الله يكرمك. فكرني في معلش حته بقى دي بتاعت حضرتك، يعني سمير غانم الفنان العظيم في مسرحيه المتزوجون كان راح يلبس البدل، فاكر المشهد ده؟ فجاي يظبط الجاكيت، البنطلون ضرب، راح ظبط البنطلون الجاكيت ضرب، هو ده هيجي يظبط العظم يروح معوز الكل. بالظبط بالظبط. عشان كده انا لما يجي لي حد عظمه بيوجعه، طبعا الستات الكبار بيبقى عندهم هشاشه في العظم، لكن لو هو حتى لو واحد راجل او شاب بيشتكي من عظمه ليه؟ في ايه عنده؟ لازم انا ادور وابقى حذر. في الاول ممكن ادي الباراستامول، الباراستامول طبعا يمكن الستات هيقولوا ده ما بيعملش حاجه، لا، لو انا خدت قرصين باراستامول مع بعض هيعمل، هيدي تاثير، وده يبقى علاج مؤقت لحد ما نبتدي نشوف التحاليل هتقول لنا ايه. عظيم. انت النهارده نورتنا واسعدتنا، وهذا شرف كبير جدا. الله يكرمك. لي على المستوى الاعلامي ان انا قدرت اقنعك ان انت تنورنا. الله يكرمك. وللمبادره مصر العلم، لان احنا حصلنا على يعني فارس كبير جدا في عالم البطنه، في هذا الجيش الكبير جدا مصر العلم، وده شرف كبير جدا. الله يخليك. ثالثا واول اهم، ان احنا اكيد بقى لنا هيبقى لنا شعبيه ومشاهده في طب عين شمس جبار ان شاء الله، وفي كل كليات الطب ان شاء الله. ربنا يخليك دكتور ايمن، يا بنت نورتنا يا فندم. الله يخليك. الاسطوره الكبيره والاسم الكبير، وطبعا يعني العالم القدير استاذنا الاستاذ الدكتور اسامه محمود، كان في الناس الحلو، كاريزما رهيبه وحضور ما شاء الله، وزي ما بيقولوا بدا بقى خلاص ياخد على علينا بقى، وبدات ايه، بدانا نشوف التجليات الجميله. الله يكرمك. فاحنا منتظرين ان شاء الله. لانه انا عارف انه طلبه الطب في مصر والعالم العربي، العالم العربي كمان، هيستفيدوا جدا من هذه المحاضرات. اعتقد انتوا النهارده خدتوا، يجي لكم بقى سؤال الكورونا كلينر فيلم ما تعرفش تحل بعد اللي سمعته ده، يبقى ما ينفعش، يبقى احنا ما قلناش حاجه. لا يا باشا، هو لازم يراجع. هو ذاكره تاني وراجعه تاني، وعندك الاعداد تتفرج عليها كتير. نورتنا يا فندم، شرف كبير من هذه الحلقه. الجزء القادم سنتكلم في الجزء الثاني من الكورونا كلينر مع استاذنا الجليل، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الاسنان شيء مهم جدا، وعالم الاسنان عالم سحر. انا قعدت سنين على ما وصلت ان لا، انا هعمل اشعه مقطعيه وانا بخلع ضرس العقل عشان انا مش عايزه مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش ابدا ان مريض السكر مش هيزرع. المشكله بتقابلني في التقويم ان بيجي لي العيان اوريدي مركب الجهاز، الحاله متشخصه غلط، ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الاسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس
يقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراب وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الدس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنان. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي، ملوش اي علاقه. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه دخلت بالسعال ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه الطب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كليه الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحين الاسنان. دراسة حديثة صادرة عن جامعة هارفارد الأمريكية نشر تفاصيلها موقع ويب ميد الأمريكي، قام فيها العلماء بدراسة بيانات أكثر من 145 ألف حالة بين سن 22 و 28 سنة. توصلت الدراسة إلى أن التهاب دواعم الأسنان واللثة لا يؤدي فقط إلى تساقط الأسنان فيما بعد، لكن أيضاً قد يتسبب في الإصابة بسرطان المعدة أو سرطان المريء بنسبة تصل بين 59 و 68%، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من التهاب اللثة ودواعم الأسنان. خلصت الدراسة إلى التوصية بعدم إهمال أي ترسب لبكتيريا في الفم أو ترسبات جيرية، ودعت كل من يتخوف من زيارة طبيب الأسنان بانتظام أو من يؤخر اللجوء لطبيب الأسنان حتى تفاقم المشاكل إلى مراجعة التفكير. ايه لازم اروح طبعا عشان اهتم بيها يعني وكده. على طول اول ما احس بالام اروح له على طول. لا بستنى لما يبقى في وجع شديد يعني. اكيد لازم اروح للدكتور عشان اعرف بعد كده اكل اعرف اعمل اي حاجه. لا مش هروح للدكتور، لا عشان ما تحصلش مضاعفات بعد كده. لا انا بروح لدكتور الاسنان عادي. لا الاسنان لازم نروح للدكتور على طول. لا هاخد مسكنات الاول واغسله، ولو كده لو نفع يعني وتعالج ماشي، لو ما تعالجش اروح للدكتور عشان ما يحصلش وما يزيش دروس جنبه. لا درس وجعنا كده اخلاقي انا اروح للدكتور اي حاجه يعني. السنان بالذات من الحاجات اللي ما ينفعش فيها غير انها اروح لدكتور يعني. ممكن نغسلها، ممكن ناخد مسكن، ممكن اي علاج، دي اخر حاجه بعد كده بنفكر فيها احنا نروح لدكتور لما نتعب خالص. والله لو هاخد مسكن هاخد مسكن حاجه مؤقته بس، لكن اساسي ان انا لازم اروح للدكتور يعني. فعلا بيعمل مشكله، بس دكاتره الاسنان دايما وقتهم طويل قوي، ودي حاجه بتاثر على الواحد لما بيروح عندهم فعلا يعني. ما بيروحوش على طول يعني، بيستنوا شويه بقى لحد ما الالم يوجعهم قوي. اهلا بكم، النهارده يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان. قصه مهمه بتحصل في العالم كله، يا صحيح القصة اللي حكى لكم دي حصلت في لندن أو جنب لندن، لكن هي بتحصل في مصر، بتحصل في الهند، بتحصل في كل مكان في العالم. قصة جاكلين. وكم من جاكلين في العالم عندها 21 سنة سنانها ما كانتش حلوة. الأجيال دي عندهم مشكلة في السخرية، تنمر، مشكلة عالمية مخيفة جدا، وعلى فكرة بره في منتهى القسوة، أكتر من مصر كمان بكتير. القسوه بتاعت وصلتها لمرحله انها خلاص انعزلت وبقت قافله بقها ولا تتحدث بشكل يبين سنانها ولا تضحك، كل تعبيراتها وبقها مقفول. صديقه ليها بدات تديها ثقه في نفسها وبدات تاخدها من ايديها وتروح للدكتور تكشف نشوف ايه الوضع. وجاكلين بدات طريق رائع جدا لتظبيط سنانها، وطبعا هي وصفت لانه هي راحت فقالت للدكتور انا تعرضت للتنمر ولا خير، وتغيرت سنانها وتغير شكل جاكلين تماما تماما، تحولت من حاجه الى حاجه تانية. وكم من جاكلين في العالم، كم من واحده بتعاني من التنمر منها وممكن تتعقد
ورجالة بتتعقد، والسبب أسنانهم، والحل إن إحنا ناخدوا خطوة مهمة جدا قد تبدو صعبة لكن نهايتها رائعة في طب الأسنان. تعالوا النهاردة يمكن نواجه أكتر من قصة شبه جاكلين، ويمكن أسوأ وأخطر وأكثر قسوة منها كمان. النهاردة حوار مثير جدا مع ضيفتي العزيزة التي تبدأ دائما في حوارها التي بتنورني طبعا في الناس الحلوه، ضيفتي العزيزه الاستاذ الدكتوره اسراء السعيد استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب، وصاحبه ماجستير جراحه الوجه والفكين بكليه الطب، والحاصله على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات الاسنان. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك دكتور. منوراني. ربنا يخليك، ده نورك. انا في قصص كتير عندي، في حكايات كتير عندي، وهنشوف من منهم اللي شبه جاكلين او يمكن اقصى جاية من قسوة، يعني أكثر قسوة من جاكلين. القصة الأولى بتقول أنا عملت تركيبات من 3 شهور، لكن للأسف بعد مدة التركيبات بدأت تدخل أكل وتفتح وفي ريحة غريبة في الفم، أكيد ريحة مش جيدة، هل ده المدة الطبيعية للتركيبات؟ السؤال غريب شوية، يعني هل ده المدة الطبيعية؟ هقول لك، هي عايزة تقول تفتح مش تفتح، تفتح يعني تعمل فراغات بتدخل أكل حوالين التركيبة فبتعمل ريحة، مش بتفتح يعني تفتح في اللون، في اللون. لا لا لا، هي عايزة تقول تفتح يعني حروفها بتفتح. طبعا يعني دي مشكلة كبيرة. أنا أكيد مش معايا حالة مشابهة لسبب، لأن أنا الحمد لله ما بطلعش حالة بتفتح، بس الموضوع دوت في منتهى الأهمية ان المريض يبقى شايف وملاحظ ايه اللي بيحصل، وهل في فراغات ولا لا، هل التركيبه او الكراونز مقفله على السنان ولا لا. طبعا ده بيبقى تكنيك لوحده، علشان خاطر في تكنيكس تعتبر باست هيستوري، التكنيكس ديت عباره عن ان احنا او كان في زمان ان احنا بنبرد السنه بدون فينيش لاين او بدون زي سلمة الطربوش بيقفل عليها، زي بالظبط بيبقى كده الطربوش بيدخل بيقفل على حتة معينة فيبقى قافل كويس على السنة. ده الحديث ان هو يبقى داخل قافل كده، ده الحديث. القديم ايه؟ ان الطربوش بيبقى داخل عامل كده، فبيبقى فيه هنا فراغ بيدخل اكل فبيعمل الريحة. فالتكنيك بتاع ان احنا بنحط الطربوش على فينيش لاين او على سلمة بيبقى قافل على السنة تماما، ولازم السلمة دي تكون ساوند يعني نظيفة جدا، ما فيهاش تسوس، ما فيهاش اختلافات كتيرة، يعني تبقى كلها متناسقة، يعني تبقى هوموجينس او اقرب ما يكون للهوموجينس، ما يبقاش في حاجة كبيرة وحاجة صغيرة وحاجة عريضة. ليه؟ علشان ما تفرقش في اللون في الاخر. يعني مثلا حالة زي كده، الحالة ديت احنا اللي عاملينها انا والستاف بتاعي، الحالة ديت انا يعني على سبيل الدوكيومنتيشن انا مصوراها، الحالة دي مستلمة بعد سنتين، والحالة الله اكبر ما فيهاش التهاب في اللثة نهائيا، ما فيش تغيير في اللون نهائيا، ما فيش اي ريحة، السنان شكلها ما زال طبيعي جدا. هو ده الصح، ان احنا لما نسلم حاجة ما يجيش من وراها مشاكل، هو ده الصح. ايه اللي بيحصل او ايه الخطوات؟ انا على قد ما بقدر بوصل للمريض الخطوات بتبقى ايه، بنوصل لايه، الرعايه بتاعت اسنانك ايه. يعني المريض دوت في خلال السنتين جالي مش اقل من 4-5 مرات، ما فيش حاجه اسمها ان انت بتسيب السنان وبتسيب الوضع والدنيا تحصل اللي يحصل وتيجي مثلا تقول الفينيرز او الكراونز فيها مشكله. اي حاجه صناعي محتاجه رعايه، وعلى فكره والطبيعي برضو محتاج رعايه، واحنا لو سيبنا اسناننا الطبيعيه من غير رعايه ما بيحصل التهاب وبيحصل دم وبيحصل مشاكل فيها وبيحصل اسنان بتفتح وبتتسوس، ده الطبيعي. لكن لما احنا نكون حاطين حاجه صناعيه اقرب ما يكون للطبيعي وصحيه، وتصورها بعد سنتين الكراونز او الفينير دي فينيرز، الفينيرز تطلع اكثر طبيعيه من الاسنان العاديه، ده في حد ذاته شيء رائع جدا جدا، يعني نحمد ربنا ان احنا وصلنا للنتيجه دي. فهي علشان المشكله اللي حصلت والتفتيح، فهي للاسف هتحتاج انها تروح للدكتور يعيد الترابيش دي، يعمل لها نوع مقفل على الاسنان كويس، وطبعا
الافضل انها تكون كات كام علشان تبقى متقاسه الابعاد بتاعتها على كمبيوتر، ما يطلعش حته اتخن من حته ولا حته نايمه على اللسة وحته داخله في الجدر. لازم تبقى الافضل طبعا انها تكون كمبيوترايزد علشان خاطر تضمن الدقه وانها تبقى قافله على ستنك كويس، فبالتالي مش هتعمل ريحه ومش هتفتح معاها. القصه اللي جايه دي ده بقى اللي انا بحبه قوي في اسلوب العيانين، يعني لما يكون العيان بيتبع هذا الاسلوب هو ده الاسلوب الافضل. سؤال العيان بيسال بيقول بشكل مبسط اشرحوا لي خطوات الزراعه، ايه التعليمات اللي انا عايزكم اللي انتم بتقولوا لي اعملها قبل وبعد الزراعه مطلوب مني يعني الواجب. والنقطه الاخيره في سؤاله امتى احس بالنتيجه النهائيه؟ ده كلام محترم جدا. ده كلام، ده العيان اللي عارف حدوده. أنا على فكرة عاملة قسم اسمه Diagnosis Instructors. يعني إيه؟ يعني دكتور بيقعد مع المريض يقول له كل الخطوات بتاعة كل حاجة لحد علاج الجذور لحد تنظيف اللثة لحد الحشوات، بحيث إن هو يبقى فاهم إحنا بنعمل إيه، علشان دايماً اللي بيفهم بيرتاح وبيريح. ليه؟ لأن هو مش هيبقى مستغرب الأحداث وهيبقى فاهم إحنا بنعمل إيه وهنوصل النتيجة دي إمتى. دائما وابدا ما بحبش ادي وعود غير حقيقيه، هنعمل كذا بعد كذا او هنصبر كذا او هنتابع عشان اقول لك النتيجه ايه. ما بحبش ادي وعود غير حقيقيه خالص. والانستراكتورز اللي هم اللي بيشرحوا، دول دكاتره بيشرحوا للمرضى، بياخدوا البلان مني مكتوبه بيقولوها للمريض as it is، ما فيهاش اي اضافه. ليه؟ لان اللي بيتقال ده اللي انا مسؤول عنه. فمريض الزراعة بيجي في الأول وبيعمل الأشعة عندي، مش بحب يبقى جاي لي من بره بيها، علشان أنا بقرأ بطريقتي أنا اللي أنا مسؤول عن نتائجها اللي أنا بنفذها فعليا. أنا بقرأ الأشعة كويس، بحط الخطة، بالخطة دي بديها للدكتور اللي هيشرح يقعد يشرحها من أول البنج لحد التركيب. مش كل واحد زي التاني، في عيان أقول له إحنا هنطلع بسنان اول زياره، وفي واحد تاني اقول له لا حضرتك هتستنى معايا هتطلع باسنان من اول زياره بس مش دي الحقيقيه، ديت مجرد حاجه مؤقته لحد لما نوصل للحقيقيه. ناخد مثلا حاجه قريبه، يعني دي حاجه حاله عندي بس قريبه شويه للسؤال ده. مثلا عيان جاي يعمل زرعه وطربوش على السنه اللي قبل الزرعه او الملاصقه للزرعه، دول انا بحب اعملهم مع بعض في نفس الزياره او في نفس التوقيت. ليه؟ عشان اقدر اقسم المسافه واقدر اضبط العضه الراسيه واقدر اضبط اللون. ده مهم جدا بالنسبه لي، الشكل والوظيفه، دول الحاجتين اللي العيان بيجي يسال عنهم، شكل ووظيفه. الشكل بيرتبط بايه؟ بالطول والعرض واللون. الوظيفه اللي هي الاكل، دي معروفه. فاحنا بنيجي حطينا الزرعه، بردنا السنة اللي قبل الزرعة اللي المريض عايز يركب لها الكراون، ده شكل الزرعة، ده الشكل بتاع الزرعة اللي احنا وصلنا له. لازم منعدي بمرحلة اسمها مشكل لفة، او مرحلة بنقفل بيها بطريقة معينة على الزرعة علشان نوصل لحاجة اسمها كولر، الشكل المدور بتاع الزرعة شكله طالع طبيعي ولا لا، لان هو ده اللي بيدينا ده شكل المشكل اللثة اللي بيظبط الكولر، الدايره بتاعه اللثة اللي تدينا في الاخر منظر طبيعي كان الطربوش ده خارج من العظم، خارج من اللثة، ما هوش حاجه مضافه عليه عامله اي مشاكل حواليه. وبنضمن منها ان الطربوش لما بيتحط بيبقى مطابق او داخل في الزرعه مظبوط وقافل عليها كويس، مش عامل كده فمن هنا مدخل فراغات، هو قافل كده مش عامل كده. فده الشكل اللي احنا بنشتغل عليه كده، ضمنت شكل اللثة والزرع. بعد كده بنعمل الطرابيش، بنسلمها وبنقسم المسافات كويس. طبعا هنا لون الطربوش اللي على الزرع مختلف حاجة بسيطة عن اللي قبله واللي بعده اللي مصورة immediately واحنا شغالين. لو صبرت شوية اللفة هترتاح وهتكسي، وهتلاقي المثلثات البامبا اللي ما بين الأسنان وبعضها اللي هي شكل اللفة شكله صحي جدا. لما بعمل أنا وبقسم المسافة وبظبط اللون وشكل اللفة، مجرد أن العيان دوت يقعد أسبوع 10 أيام أسبوعين بالكتير، بتلاقي الشكل بقى طبيعي 100%.
وبرضه ببقى طبقت عليه النظرية اللي أنا اتكلمت فيها أكتر من مرة، إن أنا بعمل مش طربوش واحد، أحياناً بعمل طربوشين فوق الزرعة علشان أضمن إن ما يكونش ده. بتتحسب إزاي بشكل أسهل؟ المسافة اللي ما بين الزرعة وما بين الشكل الخارجي الدوران اللفة صغيرة ولا كبيرة؟ لو المسافة دي صغيرة يبقى الطربوش ده هيشف اللون الرمادي بتاع الزرعة. طيب لو المسافة دي كبيرة أنا بقدر أتخن الطربوش، يبقى أنا ما عنديش مشكلة ممكن أعمل طربوش واحد. دي مشكلة العيان ما بيشيلش أي هم ليها، دي بتاعتي أنا، دي قضيتي أنا اللي أنا مسؤولة أن أنا أطلعها. فكون أن أعمل طربوش أو اتنين على الزرعة دي أنا اللي بقررها بناء على الثيكنس المتاح قدامي. لما يبقى رفيع يبقى هيشف، تخين يبقى هيبقى كويس. ده برضو فيديو أنا مصوراه طبعا بالأسيست أو بالدكاترة اللي معايا اللي هم يعتبروا دراعي اللي بينفذ وبيطبقوا الفكرة بتاعتي. ده الدكتور اللي بيشتغل معايا زراعة وهو هايلي بروفيشنال ومتدرب كويس جدا جدا، وصل إن هو حط الطربوش اللي على الزرعة بالجزء اللي داخل جوه الزرعة وبيقفل. بص مسمار إزاي، ما بنحطش سيمنتيشنز أو ما بنحطش ما بنلزقش الطربوش بسمنت، بنعمله سكروريتين. يعني بيبقى هو داخل في الزرعة بمسمار، بس طبعا علشان المسمار ما يلفش فيلف مع الطربوش دي محتاجة accuracy 100% مش 99.9، لان انت لو ما حطتش ده مظبوط الطربوش دوت هيلف اقل من ربع ملي كده او ربع ملي كده، خلاص مش هينزل مكانه او هينزل ويبقى مفرق يمين وشمال بيدخل اكل. يبقى انا هربت من السيمنتيشن لطربوش مش مقفل، طبعا دي مشكله. فالاكيوريسي لان دي تكنيكس جديده، الاكيوريسي اني اطلع الحاجه 100% داخله في مكانها من غير ما احط سمنت دي حاجه دقيقه جدا. الحاله اللي جايه بتسال لوالدتها ودي حاجه عظيمه جدا، بيقول والدتي تحتاج الى زراعه لكن المساله المشكله التكلفة. سؤال محترم طبعا. سواء في زراعة فك بالكامل أو زراعة جزء منه، يعني هو برضو القصة اللي بيتكلم فيها التكلفة. إيه الحلول قدام حاجة زي دي ينبغي أن نحترمها في الناس؟ طبعا طبعا. أي حد بيجي يقول لي أنا عايز أعمل كذا بس التكلفة عالية عليا، ببدأ أديله بلان بي بلان سي دي، ببدأ أن أنا أقلل التكاليف وادي له حلول تانية. الحلول دي بحطها بناء على ايه؟ مش على الناحيه الماديه بس، على العظم نفسه هيشيل الحل ده ولا لا، هيبقى مريح بالنسبه للمريض ولا لا. يعني ممكن اقول لك الفك الفوقاني هنعمله مثلا 6 زرعات علشان خاطر اضمن الشكل والوظيفه، الفك السفلي هعمل لك 2 زرعتين قدام بس وهحمل عليهم تكنيكس برضو حديثه، ممكن اعمل عليهم حاجه اسمها تيتانيوم بار. بار يعني ايه؟ يعني مثلا الحالة دي عملنا الفك العلوي كله 6 زرعات وعملنا زراعة لفة وزراعة عظم وركبنا الفك كامل. طيب الفك السفلي العظم نفسه هيحتاج تدعيم بكميات كبيرة، فقلت للمريض لا خلاص تحت نقلل خالص التدعيم، نحط بس 2 زرعتين ونحط عليهم تيتانيوم بار ونحط عليهم زي طقم متحرك ثباته عالي، بحيث ان هو الطقم دوت هيدخل هيمسك في البار ده كان دوت العظم بتاعه، فبيبقى ثباته احسن من لما تعمله تركيبه متحركه. دايما التركيبه المتحركه بتضايق المريض خالص خالص. ليه؟ عشان اسمها متحركه، بتتحرك بتدخل اكل تحتها وهو بياكل ممكن تطلع وهو بيتكلم تطلع فبتضايقه. دي برده تركيبه متحركه بس ثباتها عالي. ليه؟ لانها داخله مع الشقة في البار اللي احنا حطيناه، ودي بيبقى معمول لها زي حفرة او معمول لها مكان في الطقم نفسه بحيث الاتنين يدخلوا مع بعض يعشقوا فالطقم يبقى ماسك. ما بيكونش زي ان احنا نحط طبعا 6 زرعات وندعم عظم ونعمل كل ونحط 14 سنة في الفك، اكيد مش زيه، بس اكيد مش زي الطقم المتحرك اللي طول ما انت بتاكل او طول ما انت بتتكلم ممكن ينطر من بقك ويعمل لك احراج. نقدر نوصل لنتيجة إن الفكين اتركبوا من الأول للآخر 14 ضرس في كل فك،
بتكلفة أقل، مش لأن المريض ممكن ما يكونش بس مشكلة مادية، المشكلة كمان أن العظم علشان أوصل للتدعيم بهذا الكم بيبقى وقت أطول. فكده أنا وصلت لشكل جميل في وقت أقل بتكاليف أقل علشان برضو أكون مريحة المريض ما يكونش ضغط عليه ماديا قوي. وممكن بقى بعد كده لما الظروف المادية تتحسن نزود الزرعات ونشيل التيتانيوم بار ونوصل برضو للنهاية إن إحنا نعمل 6 زرعات و14 درس ثابت، مش طقم متحرك، ثابته عالي. القصة اللي جاية قصة فيها حيرة وفيها برضو تعبير غريب، يعني هو عنده 45 سنة صغير، بيقول أسناني متهلكة جدا وبيسأل. هي طبعا هو كلمة متهلكة احنا ما فهمناش يعني ايه القصة، يعني هو ده تعبير أدبي حلو قوي تمام، يعني ايه اللي حاصل يعني. وبيسأل ايه الأنسب له، هل كراونز الشكل هيكون طبيعي جميل ولا مش هيبقى طبيعي ومش جميل؟ طبعا يعني الكلام ده معناها برضو انه مش بيذاكر ورانا. وبعدين متهالكة دي ما فهمتهاش. لا انا فهمتها. متهالكة دي يعني كل جوانبها مش ساوند، مش طبيعية، مش يعني مش سليمة. ماشي. احنا لازم نحط رولز بسيطة كده ان الناس تبقى فاهمة الصح ايه. الناس كلها من كتر ما بتسمع كلمة فينيرز فكل الناس جاية تركب فينيرز. لا، هو الفينيرز ليها انديكيشنز، ما فيش حاجة اسمها كل الناس على الإطلاق أيا كان وضع سنان يركب فينيرز، مش حاجة اسمها كده. الفينيرز ليها انديكيشنز، يعني أولا لازم يبقى السطح الخارجي فقط هو اللي مصاب، بقية الأسطح سليمة، أو السطح الخارجي والسطحين الجانبيين بس كفاية، بس دول كده اللي فيهم المشكلة هنغطيهم، لكن كل الأسطح مصابة لا. ده مثلا حالة مقاربة برضو. دي حالة طبعا أنا اللي شغلاها مع الستاف بتاعي اللي هم متدربين كويس جدا وكأنهم أنا بالظبط. عملنا برد للأسنان لأن كل أسطح الأسنان مصابة، يا إما عامل علاج جذور يا إما مسوسة يمين وشمال ورا وقدام. فإحنا ركبنا كراونز مش فينيرز لأن مش كل حاجة ينفع لها فينيرز. ده ايد الدكتور اللي شغال معايا دوت. ركب الكراونز، دخل كل طربوش في مكانه. بوضح لك قد ايه الموضوع ظريف واكيوريت لان كل الشغل كات كام، فاحنا ما بناخدش وقت في التظبيط بتاع الحاجه، مش وقت طويل، ممكن نحتاج تظبيط حاجه خفيفه جدا، لكن لو تبص على الموضوع قد ايه سهل، مجرد ان احنا بندخل الطربوش ينزل في مكانه اللي بعده اللي بعده اللي بعده. بعد كده بنحط بقى المواد اللاصقه لان الطرابيش العاديه والفينيل بتتحط مواد لاصقه، ما فيش حاجه اسمها سكرو ريتيند، عشان سكرو ريتيند دي حاجه في الزراعه لان احنا بندخل لحد الزرعه نربط فيها، لكن هنا لا، في ربنا خلق سنه احنا بنركب على السنه او على الدرس ده. ودي فكين طبعا هي محتاجه بروفيشناليتي، يعني اللي شغال دوت عمل الموضوع دوت فوق ال 3 4000 مره، فدي ده بروفيشنال، ده شغلته ان هو بيعمل برد للأسنان، بيصورها كات كام، بيعمل الديزاين، بيرجع يخرط الديزاين دوت، يجي يحطه في بق العيان، يوصل بالأكوريسي ده إن هو مجرد إن هو ينزل 1 2 3 4 ورا بعض ورا بعض ورا بعضه، يقفل المريض الفيرتيكال دايمنشن مظبوط، العضة مظبوطة، حتى ولو هيحتاج يظبط حاجات بسيطة وحاجات بسيطة. بس دي كراونز مش فينيرز. كراونز يعني ايه؟ يعني تغطية كاملة، يعني السنان كلها متغطية. ليه متغطية؟ لانها متهالكة ومحتاجة انها تتقفل عليها كويس. ده الاستلام في يومها. اكيد اكيد الفرق واضح واكيد شكله طبيعي جدا، بس برضو لازم ننوه على نقطة، مش كل الكات كام بيطلع الشغل 100%. ليه؟ لان ده عباره عن موبايل او عباره عن تكنولوجي، انت لو مش عارف تطلع من التكنولوجي ده الطلبات بتاعتك يبقى انت جبت موبايل مش هتستخدمه، ملهوش اي قيمه. سويت الايفون او سويت احدث موديل بابو زراير، ده موضوع وده موضوع. لازم يبقى اللي شغال عارف بيصور ازاي، ابعاد التصوير ايه، التصوير ده مطابق للحقيقه ولا لا، علشان يقدر يطلع الشغل اللي هو 100% تحطه يدخل في مكانه بدون اي تعديل او بتعديلات بسيطه قوي.
برضو السؤال اللي جاي سؤال على التجميل وسؤال عجبني لان اللي بيسأله ذكي. هو بيقول اسنانه الامامية شكلها دايما بزعج. هو اكيد مش بس الامامية بس هو في دماغه حاجة معينة خايف يلجأ لتكتور الاسنان مش عشان خاطر حاجة هو بيقول مش لكن لان التكلفة حاسس انها تبقى غالية عليا. فسؤاله هل يمكن ان التجميل يجي على فترات؟ سؤال ذكي. يعني ممكن نعمل تجميل. انا برضو ليا مبدا في موضوع التكلفه دايما. لو التكلفه عاليه فكر لها ووفر لها زي ما بتفكر تغير التلاجة البوتاجاز الموبايل الساعه. ما انت بتقعد تفكر طب انا هظبطها ازاي، طب شهر كام، طب هقدر اوفر مبلغ ده امتى. في الاسنان كده الناس بتيجي عايزه تعمل ايه دلوقتي حالا كله اديني كوتيشن بكام، يسمع الكوتيشن يتخض. طب ما حضرتك طلبت حاجات كتير قوي، ما برضو لما تيجي تعمل حاجه في بيتك لو قلت لك غير البوتاجاز والثلاجه والغساله والمروحه والتكييف واللي هتلاقي الرقم مفزع. لكن لو كل شهرين ثلاثه غيرت حاجه هتلاقي الموضوع منطقي وبالراحه. ممكن في خلال 3 4 5 شهور يظبط كل حاجه. بالظبط. ممكن على سنه. في التجميل وارد، في الاسنان ممكن جدا. ما براحتك، ايه المشكله؟ ما فيش مشكله. بس اللي بيحصل ايه؟ ان الناس بتيجي عايزه كله 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 فتتفاجأ. يعني مثلا حاجه زي كده، دي بنوته جميله جايه من مكان بعيد خالص في مصر، بتركب قطر كذا ساعه وبتتعب فعلا، جايه تعمل على فترات. عملت ايه؟ عملت الاسنان اللي فوق لوحدها، بعد كده عملت الاسنان اللي تحت لوحدها، وبعد كده هتيجي تاني علشان تعمل الزراعه في الخلفيه. هجيبها لك بقى بعد كده، احنا مشغلين ستابس كده ان انا هوضح لك ان ما فيش اختلاف في اللون، ما فيش اختلاف في العضه الرأسيه، ما فيش اختلاف في الشكل. انا صورتها يوم الشغل على طول، لان احيانا ببقى يعني بنسى ان انا اصور بعد كده، ده يومها. لسه محتاجين نظبط لسه ما نزلتش، لسه ما طبعتش، لسه الشكل ما بقاش 100% مطبع. ليه؟ لان انا مصوره في نفس اليوم. دي حد محترم قالت انا مش هقدر اعمل كل الشغل مره واحده، فده انا بحترمه جدا على فكره. وانا برضو بروميسينج من عندي انا ان انا اطلع كل الفك في الاخر نفس اللون والشكل والحجم ومظبوط جدا، بس انا ببقى عامله حسابي من الاول وظابطه ايدي وظابطه نفسي وظابطه اللون بتاعي ان انا هطلع دوت زي دوت في الفاينل. بس قدرنا ان احنا نعمل الموضوع على مراحل علشان ما نتقلش على الناس. بس عملت احسن نوع، يعني عملت احسن نوع، وده الصح. دايما اعمل احسن حاجه بس على مهلك، ما تعملش اقل حاجه بس كله مره واحده. ما لا يترك كله، لا يترك كله. قاعدة في التجميل واردة جدا في عالم طب الأسنان وفي حاجات كثيرة جدا في التجميل عموما. تعالوا نسمع أبو العريف. أبو العريف الذي يشكك الناس في الحقائق ويفرض حقائق من دماغه قد تكون أبعد كل البعد عن الواقع العلمي وأقرب ما تكون إلى الخيال التخريفي. نسمع أبو العريف. باشا كنا في أواخر الشتاء وخلعت درسها، قالت لي بالمرة نزرع مكانه. قلت لها اوعي، أنا سامع كلام وحش على الزراعة الفورية دي، اتقالي لما العظم يلم والفك يلتئم ويبقى جاهز يتحمل الزرعة. جت على آخر الصيف قالت لي ده بقى أوان الزرعة. أوان إيه يا مدام؟ أنت هتزرعي شجرة فاكهة؟ الزرعة علشان تبقى مظبوطة لازم الواحد يستنى من 6 شهور لسنة بعد الخلع، يبقى العظم متين ويتحمل الزرعة وما تحصلش مضاعفات، وعلى هذا يبقى شهر أمشير الجاي وعليكي خير هو المتمم لفترة التئام الفك. وكل عام وأنتم بخير. حاسة أنه بيزرع برتقال مثلا. لا ده هو مش عايز يدفع فلوس، ده رقم واحد. هي قصة كده أنه هو بيوفر عشان يشتري لنفسه لبس الصيف ولبس الشتاء اللي جاي، ده رقم واحد. رقم اتنين، هذا كارثي أنه بيعكس الحقائق. يعني بصي، في أنواع من أبو العريف، يكذب يقول كلام في نص حقيقة أو نص تاني، لكن هو يعكس يقلبها رأسا على عقب. بالعكس، أفضل معاد للزرع immediately أفضل نص طبعا،
يعني اول ما اخسر ازرع علشان الهيلينج بروسس، عشان الالتئام. الالتئام العظم اللي هيتكون هيبقى فوق الزرعه، فانت بتضمن هيلينج حلو جدا. لكن لما بتزرع بعد فتره انت بتدخل فاكتورز تانية، ان انت عايز العظم اللي موجود اوريدي موجود دوت يتلم او يجمع على الزرعه. ده قصه الهيلينج بتاعها اقل من ان انت تزرع في نفس اليوم بتاع الخلع. بس على فكره مش كل الناس بينفع لها. ليه؟ لان الناس بتيجي بعد الحلقه تقولي لا انا عايز ازرعها في نفس الوقت اللي هخلع فيه مهما حصل. مش كل الناس تنطبق عليها القاعده 100%. في شواذ للقاعده، بمعنى ممكن جدا اقول لك لا انت بالذات ما ينفعش اخلع وازرع. ليه؟ عندك انفكشن، عندك مشكله في المكان، الجدر نفسه فيه مشكله عملت لي قلق، الجاب الانفي نازل اكتر من اللازم، في عصب لازم استبعده وانا بزرع او وانا بخلع سوري. يعني كان في حاله لسه قريبه جدا، ما ينفعش، مستحيل ان انا اخلع وازرع، مستحيل. انا عندي مشكله في العصب الوجهي قريب جدا، لازم اعمل له استبعاد، لازم ادعم العظم في المكان دوت لان العظم ضعيف جدا، ما فيش عندي طول وعرض احط فيه الزرعه، فمقفله. وفي ناس 90% تخلع وتزرع، في ناس بقى 10%. ما ينفعش نقول ان 100% هنعمل كده. في ناس اكستريمز، يعني في ناس شواذ للقاعده. بس الصح او الحلو ونتائجه حلوه ان انا ازرع ساعتها وقت الخلع لو قدرت. لو قدرت، لو قدرت، لو مفيش اي شيء يعوق الفكره نفسها. طبعا جد. هي في الطب لازم في صوره كامله. انا بعمل كده، بس في، هل في انفكشن دلوقتي؟ هل في التهاب عنيف؟ هل في، هل الوضع بتاع العظم الان يسمح الان ام لا يسمح الان؟ قصص كتيره في الصوره تكتمل. قصه امشير دي مش حقيقيه. لا امشير هو مش عايز يدفع فلوس. بس هو شاطر مقنع، يعني اقنعها. ابو العريف الصيف والشتاء والحاجات ديت اول مره اسمعها. لازم يكون مقنع. بس كان ممكن يقول لها حاجه تانية، نقول لها مثلا في الشتاء ممكن يجيك دور برد فممكن يتعارض مع الزرع، كان ممكن يفكر فيها اذكى شويه. بس هو خد حته ثانيه هيقول كلام زي ده. طبعا هو ابو العريف كل ما يتزنق بيالف، ولما يالف لازم يبقى بيقولها بثقه. دي ادوات من يقول اي كلام، لازم الثقه. الفتاي نورتي. ميرسي يا دكتور ايمن. ضيفتي العزيزه التي تبدع دائما استاذ دكتوره اسراء السيد، استشاري جراحات الفم والاسنان، صاحب الماجستير جراحات الوجه والفكين بكليه الطب، ماجستير جراحات الفم والاسنان، الحاصله على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحات الاسنان. نورتي الناس. ميرسي يا دكتور ايمن. خليكوا دايما معانا مش مع ابو العريف. الثقافه والعلم والدقه في التوصيف اساس مهم جدا عشان نوصل لبر الامان. بر الامان ده بر العلم. بر العلم اللي مبني على ثقافه كامله. والثقافه الكامله دي بقت فرض عين دلوقتي. اللي فاهم هيريح نفسه وهيريح اللي حواليه. واللي مش فاهم هيتعب نفسه وهيتعب كل اللي حواليه وهيتعب الدكتور كمان. فبقت الثقافه مطلب من الزملاء كما هي مطلب من العيله كلها. خليكم دايما مع مسار. الدكتورة نهى أحمد الهواري، أخصائي العلاج الطبيعي، ماجستير العلاج الطبيعي، حاصلة على دبلومة كامبريدج في التغذية العلاجية، حاصلة على دورات التشخيص بالأشعة، حاصلة على دورات في إصابات الملاعب. في تاريخ علم التغذية يعد الطبيب الإيطالي سانتوريو أول من أدخل التغذية في مجال البحث العلمي سنة 1535 بسلسلة من التجارب الطويلة نشرت في كتاب اشتهر في أوروبا سنة 1614. ثم جاءت دراسات الطبيب الإنجليزي جيمس لينيد اللي نجح في معالجة مرض الإسقربوط وكان مرض قاتل يصيب البحارة، ونشر أبحاثه سنة 1747. ثم جاء الطبيب الفرنسي لافويسير سنة 1743
وكان أول من وضع المعارف الفسيولوجية الأولى للأجسدة الكيميائية، وتوالت بعدهم الأبحاث والدراسات لتتطور من دراسة تركيب الغذاء والأجسدة إلى دراسة حاجات الجسم للتغذية السليمة وكيفية الوقاية بها من الأمراض العوزية وعلاجها، مع تطور مفهوم العناصر الأساسية في الغذاء في بداية القرن العشرين، وصولاً إلى علاقة الغذاء بالأمراض المزمنة. مع اللعب في الوقت لا ألعب وما اتفرجش، ده بجد بقى. يعني لو أنا في يوم ظابط مواعيد رياضتي على إني ألعب ماتش وجاء ماتش تاني في نفس التوقيت ده المفروض أتفرج عليه، لا 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 أتفرج عليه في الإعادة. في كل التلفزيونات دلوقتي بتسجل، سهل إن أنا يكون عندي تلفزيون يسجل، أسجل الماتش وبعد ما أخلص رياضتي اللي هتنفعني أروح أتفرج. محدش بس يقول لي النتيجة، إحنا بندمر نفسنا يا جماعة. النهاردة موضوع مهم جدا اسمه الساعة البيولوجية. الساعة البيولوجية في الأكل مهمة قوي، وأنا متشوق إن أنا أفهم هذا الموضوع بدقة شديدة الحقيقة، لأنه الموضوع ده موضوع يختلف من شخص لشخص أو من مجموعة لمجموعة، بس أعتقد إنه في أسرار كتيرة النهاردة تتقال فيه. والسؤال اللي بيطرح نفسه أكيد النهاردة هنجاوب عليه، هو الأكل بالليل وحش ليه؟ والأكل بالنهار كويس ليه؟ ولا في ناس ممكن تأكل بالنهار برضو تتخن؟ الأكل توقيته الأفضل إمتى؟ طب افرض أنا شغلي يستدعي إن أنا أكل لما أروح، وأنا ما بحبش الأكل بره، وشغلي بيخلص بتأخر بالليل، ولما هروح هيبقى الليل آخره، آكل بالليل، طب ما أنا كده هضر نفسي ولا مش هضر نفسي؟ أسئلة كتيرة جدا هتطرح نفسها النهاردة في موضوع أنا أعتقد أن أنتوا كلكم هتركزوا فيه النهاردة، عنوانه زي ما قلت لكم الساعة البيولوجية. ضيفتي العزيزة التي تبدع دائما في حوارها وبستمتع بكلامها الجميل جدا المنظم جدا المليان يعني تركيز عالي ورغبة في نقل المعلومات الدقيقة لجموع الشعب العربي اللي محتاج أنه يأكل كويس يحافظ على وزنه كويس جدا. أكيد ضيفة العزيزة دكتورة نهى أحمد الهواري، أخصائية العلاج الطبيعي وصاحبة ماجستير العلاج الطبيعي وصاحبة دبلومة كامبريدج في التغذية العلاجية وصاحبة الدورات التشخيصية للأشعة والحاصلة على دورات العلاجات إصابات الملاعب بالأساليب العلاجية الطبيعية. أهلا بك دكتورة، منوراني وسعيد جدا باختيارك ووجودك معنا. مرسي يا دكتور. السؤال اللي هبدأ بيه الأول، ما ماذا تعني كلمة الساعة البيولوجية؟ الساعة البيولوجية دي أنا عايزة أفهم الناس يعني إيه ساعة بيولوجية، عشان في ناس فاهمة الجملة دي غلط. الساعة البيولوجية دي عبارة عن ديناميكية حياة. يعني إيه ديناميكية حياة؟ كل واحد مننا ليه ساعته البيولوجية اللي هو مسؤول عنها، مش كلنا الـ 24 ساعة بتوعنا هم الـ 24 ساعة بتوع أي حد تاني. بمعنى الساعة البيولوجية دي هي عبارة عن حاجة جوه أجسامنا في مخنا بتتحكم في كل الوصائف الفسيولوجية أو الحيوية الموجودة في أجسامنا. بمعنى بتتحكم في النبض، أنا نبضي الصبح وأنا صاحية أثناء النهار غير نبضي بالليل وأنا نايمة، درجة حرارتي الصبح وأنا صاحية غير درجة حرارتي بالليل، جهاز الهضمي وإنزيماتي الهضمة بالنهار غير إنزيماتي الهضمة بالليل. طيب إيه هي الساعة البيولوجية؟ الساعة البيولوجية دي عبارة عن غدة في المخ في منطقة تحت المهاد، اسمها الغدة الصنوبرية. ونركز في منطقة تحت المهاد، لأن تحت المهاد دي برضو هي المنطقة اللي احنا قلنا عليها قبل كده إن هي فيها مراكز الجوع والشبع والحالات النفسية. الغدة الصنوبرية دي قريبة منها بعض الشيء. الغدة الصنوبرية بتطلع هرمون اسمه هرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين ده هو المستقبلات بتاعته، هي المسؤولة بقى عن الساعة البيولوجية. طيب هرمون الميلاتونين ده بيثبط لي إيه؟ تنفس، نبض، ضغط، إنزيمات هضم، هرمونات جسديه وجنسيه. يعني هو بيظبط لي 24 ساعه في ال 24 ساعه. طيب هرمون الميلاتونين ايه المؤثر عليه؟ مؤثرات خارجيه. يعني ايه مؤثرات خارجيه؟ انا عايزه انام مش بنام، لو قعدت في اوضه ضلمه لمده نص ساعه بتبتدي القرنيه تدي اشاره للمخ ان الدنيا ضلمت، يبتدي المخ يدي اشاره للغده الصنوبريه خدي بالك الدنيا ضلمه، تقوم هي مطلعه الميلاتونين، تقوم مديني احساس بالنوم او بالنعاس ان انا عايزه انام. وده سبب ان الناس زمان كانت تقول لك ايه، اقعد بس في السرير نص ساعه هتنام، ضلم الاوضه هتنام، ودي فعلا حقيقه. طيب هل كلنا بنشترك في نفس الساعه البيولوجيه؟ للاسف لا، لان في ناس بتشتغل بالنهار
وفي ناس بتشتغل بالليل. وهنا بقى بيجي تكيف المخ ان هو يكيف نفسه على عدد الساعات دي. طيب ما انا احسن طريقه ليا ان الغده الصنوبريه البروتينين بتاعها بيطلع بالليل وبيتلاشى في ساعات النهار، ده حقيقي، ان انا طول ما انا نايمه بالليل الميلاتونين بيطلع وبيظبط لي العمليات الايضيه بتاعتي والعمليات الهضميه والانزيمات والهرمونات وبيختفي بالنهار. هل ده معناه ان الناس اللي صاحيه بالليل الميلاتونين عندها بيقل؟ هقول لا، هقول هما بعد فتره المخ بيتعود على ده فبيديد ان هو يظبط الميلاتونين بتاعه وساعته البيولوجيه على ايه؟ حياته الجديده. بس في الاول بيبقى فيه عمليه اضطراب تراكمي. يعني ايه اضطراب تراكمي؟ انا دلوقتي واحده من الناس مثلا عايشه في جمهوريه مصر العربيه، لو سافرت بلد تانية النهار بتاعها عكس الليل بتاعنا، اول اسبوع اسبوعين هيفضل عندي مشاكل في الارق، ما بنامش كويس، ما بهضمش كويس، عندي عسر هضم، دقات قلبي سريعه، عندي خمول نهاري وارق ليلي، ان لسه ساعتي البيولوجيه على القديم بتاعها، ماشيه على القديم بتاعها اللي هو انا كنت ماشيه بيه هنا. فلما بسافر منطقه عدد ساعات النهار والليل فيها بفضل حوالي اسبوعين ثلاثه لحد ما الساعه البيولوجيه تتعدل مره ثانيه. وفي سر ثاني كمان الطيران. ما هو الطيران؟ الطيران لا، الطيران حد ذاته بيأثر على كيمياء الجسم. عشان ساعات لا هو الطيران لا 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 هو الطيران نفسه. ان انا لو طرت ده ضد البيولوجي بتاع الجسم بتاعي. ده فعلا بيأثر على فيسكوس الدم، بيأثر على البوتاسيوم والجلوكوز بتاع الدم، بيأثر على الادرينالين اللي هو الغدة الكظرية. فأي حد بيركب طيارة ويعمل رحلة طيران لازم يحصل له بيولوجيكال تشينج. دي حقيقة. تبتدي بقى الغدة اللي يجي حد يقول ايه طب ما ايه يعني، طب ما انا بنام عادي. لا انت فاكر ان فكرة الميلاتونين النوم بس؟ لا، ده لو حصل لا قدر الله اي اضطراب في مستوى الميلاتونين في جسمك ممكن تصاب بمشكلة في كهربة القلب، لان احنا قلنا ان هي بتأثر على النبض ان النهار غير الليل. طيب انا دلوقتي واحد من الناس كهربة مخي اتغيرت او الميلاتونين عندي اتغير، تبتدي كهربة القلب تتغير. ممكن بعض العيانين اللي الساعة البيولوجية بتاعتهم تختل يجي لهم السكر، لان للاسف مستقبلات الميلاتونين نفسها في بعض الاحيان هي مستقبلات الانسولين. زمان كنا بنقول ان الساعة البيولوجية هي ساعة مركزية اللي هي موجودة في الغدة الصنوبرية، لحد ما اكتشفنا ان كل عضو في جسم الانسان فيه ساعة بيولوجية خاصة بيه، لان كل عضو في جسم الانسان ليه مستقبل ميلاتونين حر. فهنا بقى ابتدينا نقول ان في ساعة بيولوجية مركزية وساعة بيولوجية فرعية. الساعة البيولوجية المركزية موجودة في مخنا اللي هي الغدة الصنوبرية. الساعة البيولوجية الفرعية في كل عضو في جسم الإنسان في مستقبل للميلاتونين ساعة بيولوجية، نقدر نقول ساعة بيولوجية أصغر نسبية من اللي موجودة في المخ. بدليل إنه نشاط القلب بشكل ما بيتأثر بالليل. لازم ضربات القلب تهدى بالليل. بتقل بالليل. معدتي دي ما بتشوفش الليل والنهار. الغدة الدرقية. بس الغدة الدرقية عند الساعة 7 أو 8. الغدة الكظرية. تبتدي برضه نشاطها يقل. ما هي الغده الدرقيه لكم ان تتخيلوا ان الغده الكظريه افرازاتها الصبح توصل 20 بالليل 5. عشان كده لما بنيجي نقول لعيان حل الهرمون الكورتيزون، صباحا ومساء، نقول له 9 الصبح و9 بالليل. يعني لما يروح عيان يحلل يبقى 20 و9 بالليل 5 بيبقى 5. يقول لي يعني لازم 9 و9؟ اقول له ده شرط ان يكون 9 الصبح و9 بالليل. فالمستوى الهرموني كله بيتغير. السيروكسين الالتروكسين لازم تاخد الصبح، اللي تاخد صبح عريق وميعاد ثابت. يعني يجي العيان يقول لك ايه انا باخده لما بصحى من النوم، مفيش حاجه اسمها بتصحى من النوم، ده هيظبط لك هرمونات جسم كامله. فلازم مثلا بتاخده 6، حتى لو هتصحى من النوم تاخده 6 و2. ولازم ياكل قبليه، ما ياكلش قبليه بساعه وما ياكلش لا ساعتين قبليه بساعه لا بعديه بساعتين. ده قصه يعني. اذا كل الهرمونات في الجسم تاخد على القصه. طب ليه في الصيام او الصيام؟ هو سؤالي حاجتين، هل الصيام بيأثر على الساعة البيولوجية؟ ده سؤال. والملاحظات ان في ناس كتير لما بتصوم بيحصل لها خلل، تلاقيه صحي من النوم فجأة مش عارف ينام وجاله أرق. لا، هو الصيام ما بيأثرش على الساعة البيولوجية. طب ايه اللي بيحصل له؟ بالعكس. المريض هو اللي بيدفع نفسه ان صيامه يبوظ. بمعنى تعالى نحسب الساعة البيولوجية ونحسب احنا بنعمل ايه في الصيام. انا واحدة من الناس هقوم اشتغل الساعة 8 الصبح، بخش السرير مثلا الساعة 10 الساعة 11، بنام مثلا من 6 ل 8 ساعات اللي هم عدد الساعات المفروض انامها عشان الميلاتونين يطلع في الدم ويديني احساس ان انا عندي مجهود كويس، ويديني احساس ان انا خلاص خدت راحتي، ما عنديش اكتئاب، ما عنديش ارق، تمثيلي الغذائي ماشي كويس وانا نايمه فصاحيه كويس. فببتدي ان انا اتعامل اليوم بتاعي كويس وبيكون يومي ماشي كويس جدا، يومي ماشي كويس جدا. ده في الايه؟ في اليوم الطبيعي. اجي اصوم باكل الساعة 5 المغرب، انا مش معترض. المريض بيفضل صاحي لحد الفجر
اللي بيصوموا ساعات يفضلوا صحيين كتير جدا، يقول لك انا هصحى الواحده 2 عشان اصحى. طب بالتالي انت كنت بتنام الساعه 10، لما تصحى لما تنام بقى الساعه 1، يعني ايه المشكله ان انا كنت بنام 10 بصحى 8، دلوقتي هنام واحده مثلا هصحى 7 او هصحى 6 او هصحى 8. فابتديت انت تلعب على ساعتك البيولوجيه في عدد ساعات نومك، فساعات النوم عندك حصل فيها اضطراب، فبالتالي نتيجه ان ساعات النوم حصل فيها اضطراب يبتدي المريض ما خدش كفايته من النوم، ما العضلات ما خدتش راحتها، يبتدي صاحي من النوم عنده أرق، مش مستريح في النوم، أو يجيله خمول في ساعات النهار، يعني هو صاحي يجيله خمول. لو لجأ بقى لحالة الخمول دي هياخد قيلولة بالنهار، هينام بالنهار. لما يجي المريض ينام بالنهار إيه اللي يحصل له؟ مش عارف ينام بالليل في ميعاده تاني. فهنا يبقى هو عمل خلل لنفسه في الساعة البيولوجية، الصيام مش السبب، سلوكيات المريض أثناء إن هو فضل صاحي ساعات أكبر من الساعات اللي هو المفروض يصحاها هي اللي عملت له خلل في ساعته البيولوجية. يبقى سلوكيات المريض هي الدافع هنا إن الساعة البيولوجية حصل فيها مشكلة. ده مفهوم. طيب سؤالي عن هو ما بيحصلش معايا، أنا بطلع دايما من رمضان خاسس وده شيء بيفرحني، لكن في ناس تانية أصحابي كتير ومعارف كتير قوي بيزيد وزنهم في رمضان، بل إن الماجوريتي بتاعت الناس بيزيد وزنها في رمضان رغم ان الناس دي صامت كلهم. ليه؟ عشان يبقى السؤال بقى منطقي، ليه الناس دي وزنها زاد وليه انا مثلا واحد من الناس بخس في رمضان كويس قوي؟ نتاكد الاول على الصيام الاسلامي. اوكي، الصيام الاسلامي انا بفضل صايمه طول النهار، باكل المغرب الساعه 6، بتسحر مثلا على الساعه 3. لو جينا حسبناها من 6 ل 12 كده 6 ساعات، ومن 12 ل 3 مثلا او ل 2 كده 8 ساعات. الصيام الاسلامي في مدرسه تخسيس كامله منشقه منه اللي هي مدرسه الصيام المتقطع. مدرسه الصيام المتقطع تقريبا بعد دراسه علميه دقيقه خدوها من مدرسه الصيام الاسلامي اللي هي ايه، العيان بيصوم الاول 12 ساعه قدام 12 ساعه، 12 ساعه ياكل 12 ساعه يصوم، بعد كده 8 ساعات ياكل و16 ساعه يصوم، وبالتدريج عدد ساعات الصيام بتزيد وعدد الاكل ساعات الاكل بتزيد لحد ما بنوصل لحاجه اسمها منظومه ال 24 ساعه. يعني العيان كده النهارده من 5 ل 6 ياكل بكره من 5 ل 6، وخلال ساعات الصيام بيشرب سوائل بدون محلاه بدون سكر. لو كده قارناها بمدرسه الصيام الاسلامي هي متناسقه جدا معاه. ايه بقى اللي بيخلينا ندخن رغم ان مدرسه الصيام المتقطع او الصيام التدريجي متصله بمدرسه الصيام الاسلامي؟ سلوكياتنا احنا في الصيام الاسلامي. بمعنى المفروض ان انا لما باجي افطر بعد الصيام باخد كوبايه عصير او كوبايه ميه او تمرايه واقوم اصلي او اقوم اعمل اي حاجه وارجع، دي سنه عن الرسول. لا، انا بقعد على الفطار باكل، ما بهيئش حتى معدتي ان الاكل ايه داخل، فبالتالي بضخ لجسم كميات اكل كبيره. نوعيه الاكل اللي باكلها، الاقي نفسي باكل مقليات، باكل محمرات، باكل سكريات بكميات كبيره، مع ان المفروض ان انا لما اجي اكل سكر اكله بعد الوجبه بساعتين، لا انا اكلت وكلت سكريات، ضخيت عصاير بكميات كبيره، عمال اشرب عصير عصير، ما انا صايمه طول النهار وعطشانه وهفتانه، فببتدي اكل كميات ايه؟ عصير كبير، مع ان لو شربت ميه هيبقى احسن لي ان انا اشرب عصير بكميات كبيره. يبتدي العيان يجي له خمول بعد الاكل، ما هو انا اكلت بقى كميات اكل كبيره، السيروتونين عالي في الدم، مش قادره اقوم اتحرك، فقعدت في مكاني، اقوم اصلي واقعد في مكاني، فقعدت الكنبه قدام التلفزيون وانا عماله اتفرج على المسلسلات، مسلسل يجر مسلسل، كل ده وانا ايه؟ قاعده وعماله اضخ كميات سعرات حراريه كبيره لجسمي من غير ما استوعب كميه السعرات اللي انا بضخها قد ايه. مفيش فتره ما بين الفطار والسحور، العيان بيفضل ياكل من اول الفطار لحد السحور، يعني ده انا اكلت، بعد شويه حاسه ان انا جعانه اكل تاني، بعد شويه حاسه ان انا جعانه باكل تاني، مش باكل بقى اكلات سعراتها الحراريه قليله، انا باكل نفس الاكل اللي كان على الفطار، فانا بخلص على الفطار لحد السحور، مع ان الصح المفروض ان انا بعمل ايه؟ بفطر، بتسحر بدري، لو جعت باكل فاكهه وبشرب كميات ميه كبيره وبعمل مجهود. انا احنا ما بنعملش ده. احنا بنعمل كل العادات الخاطئه. لما نيجي نحسب بقى في رمضان احنا عملنا ايه، احنا ضخينا لجسمنا سعرات حراريه مع عدم وجود مجهود وعدم وجود رعايه طبيه لجسمنا خلت اوزاننا تزيد اضعاف مضاعفه من اللي احنا داخلين بيه رمضان. رغم ان انا لازم اقول ان في زياده في رمضان دي واجبه للسيدات اللي هي زياده العاده الشهريه، اللي هي لو جات لها العاده الشهريه غصب عنها هتزيد كيلو ونص جوه رمضان. طيب حتى لو هي عامله نظام غذائي، حتى لو هي عامله نظام غذائي معتدل، طيب هل الكيلو ونص بتتخلص منه؟ بتتخلص منه بعد رمضان، ده لو جات لها مره واحده، لان في ناس بتجي لها مرتين. طيب هل الذكور بقى بيتحطوا تحت المبدا ده؟ اقول لك لا، لان الناس اللي عندهم العاده الشهريه الذكور ما بيتحطوش تحت نفس المبدا. فالمفروض ان انا دخلت رمضان وعملت نظام صيام صح اخرج من رمضان خسه، بس العادات اللي احنا بنعملها خاطئه جوه رمضان هي اللي بتؤدي لزياده الوزن لما بنخرج من رمضان. السؤال المهم قوي، ليه ناس كتير تاكل تحس انها عايزه تنام؟ ده سؤال مشهور جدا. على فكره ده من
أكتر الأبحاث، يعني اللي هنقوله حول هذا الأمر كله النظريات يعني دلوقتي، لأنه كل اللي مكتوب عن النوم بعد الأكل دي كلها أبحاث. هو كل الأبحاث دارت حوالين نوع واحد اللي هي الأكل. يعني إيه الأكل؟ قال إن في ثلاث بني آدمين بيحسوا بالنعاس بعد الأكل. أول بني آدم اللي بياكل أكل فيه كمية كربوهيدرات عالية وبروتين عالي. أيوة. قال لك إن اللي بياكل بروتينات وكربوهيدرات عالية جدا بيطلع هرمون السيروتونين في الدم، وده بيطلع للمخ فبيسبب له الإيه؟ النعاس. بيعمل حاجتين، بيحس بالسعادة وبينام. بينام، اللي هو هرمون السعادة. تاني حاجة قال الناس اللي عندها حساسية من نوع معين من الأكل. قال لك لما أنت بتاكل أكلة عندك حساسية منها أو جسمك بيعمل أليرجي منها، إيه اللي بيحصل؟ بيبتدي جهاز المناعة يقاوم النوع ده من الأكل، فبيبتدي تحس أنت بالخمول، لأن جسمك في حالة حرب إيه؟ حرب داخلية للأكل. بيحصل ده مع اللبن. فبيحصل مع منتجات اللبن. وفي منتجات اللبن الألبان الكاملة. الإنسان البشري مش مهيئ إنه يشرب لبن. مفيش لبن مناسب لأي أيا كان نوعه، ما عدا لبن واحد مناسب نسبيا للبشر اللي هو لبن المعيز. بس ده محدش بيشربه ونسبيا كلمة، لكن بقية الألبان كلها الإنسان بمختلف درجاته عنده حساسية. عنده حساسية. فقال إن هنا جهاز المناعة بقى بيقعد إيه؟ يحارب داخليا، فالجسم عايز يريح فبيديك إحساس بالنعاس. الحاجة التالتة قال ضخ كمية أكل كبيرة للجسم، يعني أنت لو ضخيت كمية أكل كبيرة بيحصل زي صدمة هضمية، الجسم مش قادر يهضم فبيديك إحساس بالنعاس. فنحس إن كل الكلام بيتكلم على إيه؟ عن ضخ كميات أكل غريبة للجسم فجأة. طب انا تعالى نتكلم، لو انا مثلا اكلت بروتين وكربوهيدرات بكميات صغيره مش هحس بالنعاس، لو انا اكلت وجبه فيها خضار وفاكهه بالعكس ده انا هحس بالنشاط مش بالنعاس. اتجاه الدم برضو الجهاز الهضمي وسببه ان الدم المخ يقل. لا انا بقول ان لما الانسان بياكل بس مش قوي الكلام ده مش بيحصل، يعني النظريه دي مش دقيقه قوي، لانه الدم بيسيح من مخك لبعدك مش كتير، مش فرق كبير، عشان علميا مش الفرق، يعني ان هو الناس فاكره ان المخ هيقل لو الدم قل حاجه بسيطه في المخ، ده مشكله كبيره في المخ. لا ده في ناس عندها مزاج تقعد تاكل وهي بتذاكر. بس مش هيتاثروا. بس طبعا بس مزاج. طبعا قاعدين بنذاكر سندوتشات كبير هيتخنوا. بس هيتخنوا جدا. فدي كلها النظريات، كل ده بيدور حوالين لماذا ننعس بعد الأكل. بس السؤال التاني، ايه الاكلات اللي تخلينا ننام بسرعه؟ البروتينات كلها بكل انواعها. بس امتى بقى؟ لو كانت مقليه او كمياتها كبيره، يعني الانسان الطبيعي المفروض بياخد مثلا هنقول جرام لكل كيلو. يعني انا واحد من الناس، انا لو اكلت سمك انام على طول. ايوه، ما البروتينات ايا كان حتى لو في المطعم مع ان السمك معبأ باليود، يعني بيرشح الغده الدرقيه لحد ما. فدايما اقول للعيان ايه؟ شوف انت وزنك كام كيلو، خد على قده كام جرام بروتين. يعني مثلا وزني 70 كيلو، خد 70 جرام بروتين. 80 كيلو، خد 80 جرام بروتين. يعني بلاش كميات بروتينات كبيره، لان دي اكتر حاجه هتسبب لك النعاس. اوكي، طب سؤالي بقى، ده سؤال مهم، ده عايز حلقه لوحده. في متلازمه الجوع الليلي. متلازمه الجوع الليلي ده بقى بتيجي لاثنين بني ادمين، لانسان طبيعي والمريض سنه. يعني ممكن انسان البي ام اي بتاعه كتله جسمه الطبيعيه تكون هو قدامك عادي، وتجيله متلازمه الجوع الليلي. ليه بقى؟ مشغول طول النهار في الشغل، ما اكلش اي حاجه، مفيش اي حاجه داخل الجسم، مفيش جلوكوز، فابتدى لما يجي بالليل يقوم ايه؟ ياكل، يبتدي الجسم يشتغل، يبتدي ياكل تاني، فبتلاقيه بياكل نص اكتر من نص كميه اكله اليوميه. فين؟ في العشاء. ده بتجيله متلازمه الجوع الليلي، هو انسان طبيعي وكتله جسمه كويسه. خلال شهرين يتحول لمريض سمنه. لان الهضم عنده بالليل زي ما اتفقنا ان الساعه البيولوجيه الهضم بالليل بيبقى اقل من فين؟ بالنهار. هو كل يوم بياكل بالليل، ايوه هو كل يوم بياكل بالليل، بس كميه الاكل اللي بيضخها بالليل قد ايه؟ ما هو انا مش هاكل بالليل واسيب نفسي مثلا اروح بالليل مثلا اكل حاجات مقليه وحاجات محمره وحاجات سعرات الحراريه عاليه، بعد كده اجي اقول ده انا اكلت بالليل، ده انا باكل مره واحده. ما هو انت بتاكل كام سعر حراري بالليل؟ فانسان طبيعي لو عمل لو جات له متلازمه الجوع الليلي ده خلال شهرين بيتحول لمريض سمنه. التاني مريض سمنه عامل نظام ريجيم غير مناسب ليه، عدد سعراته الحراريه اقل قوي من طبيعه جسمه. بمعنى الانسان الطبيعي بياخد 20 سعر حراري في الراحه و30 سعر حراري في الحركه. يعني انا مثلا لو 100 كيلو المفروض اخد 2000 سعر حراري، طب انا جيت بنظام ريجيم 1200 سعر، بالتالي مستوى الجلوكوز في الدم قل، جعت. ما دام ابتديت احس ان انا بجوع بالليل، يبقى لازم اعرف ان المنظومه اللي انا ماشي عليها سعراتها الحراريه حرمانيه بالنسبه لي انا او بالنسبه لجسمي، فمش قادره اتعايش معاها، فبيبتدي المريض يجوع ايه؟ بالليل. طبعا المتلازمه دي بتبقى صعبه جدا، واللي بيخشها برجليه بيبقى صعب انه يخرج منها، لان هو ما بياكلش بالليل اكل صحي، ده بيقوم ياكل حلويات، بيقوم ياكل اي حاجه مقليه، بيتزا، ممكن ياكل اي حاجه فرايد، ممكن يطلب اكل وجبات سريعه بالليل عشان ياكل. ما هو بيتزا
بتجيله في دماغه صورة البيتزاي. عشان كده بنقول للعيان اللي عنده متلازمة الجوع الليلي اعمل اربع حاجات. اول حاجة قبل النوم بثلاث ساعات كل وجبة بروتينية، كل فراخ مشوية، كل لحمة مشوية، كل سمك مشوي، اشرب مية كتير، احرص دايما على اكل الفاكهة والخضار بكميات كبيرة برضو قبل النوم من ساعتين لثلاثة. يعني ممكن وانت قاعد تاكل طبق سلطة كبير مثلا مع ربع فرخة مشوية او نص فرخة مشوية، وفي نفس الوقت وانت قاعد بعدها بساعة كل تفاحية، بعدها بساعتين نام. اللي هو انت خدت وجبة مش هتوصلك لمتلازمة الجوع الليلي، وحتى لو وصلت لها مش هتبقى جبارة زي الاول. تاني حاجة اشرب مية كتير، اشرب مية كتير، حاسس نفسك دايما انك شبعان. اخفي الاكل من قدامك بالليل، يعني لو عندك اي حاجة مقلية بالليل، اي حاجة مسكرة، حطها في اعلى مكان في المطبخ ما تقدرش تشوفه، لان طول ما هي قدامه احساسه النفسي بالجوع هيخليه يقوم يدور عليها وياكل. وكما حدث في اكس لارج كهربوا له الثلاجة. جه مجدي عايز ياكل بالليل بيمد ايده على الثلاجة الكهرباء. تعال نسمع ابو العريف نشوف هيقول ايه. يا باشا بيتين سوا والسهرة صباحي، واحنا اصلا سهيرة درجة اولى. على الساعة 2 3 قبل الفجر قلت له انا جعان، ورحت طالب كام فطيرة على شوية كفتة على كام طاجن مكرونة على شوية سجق والسائع والحبشتكنات. قال لي يا عم الوقت متأخر، هناكل دلوقتي. متأخر ايه يابا؟ هو مدينا ميعاد ولسه ما جاش. قال لي اصل الاكل متأخر كده يتخن. يا عم صلي على النبي، هي المعدة تعرف منين ان الوقت متأخر؟ ما الدنيا ضلمة جوه، هي عارفة منين احنا ليل ولا نهار؟ دوس دوس، لو خايف من الحموضة عندي دواء الشرب الابيض هيظبط معاك. من اكبر اسباب السمنة صديق السوق، من اكبر اسباب السمنة. لا مش صديق السوق، الدليفري اللي جابلوه بالساعة 2 بالليل فطير وكفتة واربع طواجن مكرونة. ما هو في محلات بتشتغل بالليل بس. لا ده هو اصلا عمل جريمة. جريمة؟ لا بس مجرد جريمة حلوة. بيقول ايه؟ احنا سهيرة درجة اولى. طب هل انتوا ده طبيعتكم ولا انتوا سهرانين لاول مره؟ ما لو سهيره درجه اولى وسهرانين على طول كده يبقى احنا عندنا مشكله اصلا مع السمنه. تاني حاجه، هي المعده جوه ضلمه، عارفه منين احنا بالنهار ولا بالليل؟ لا بتعرف. لا بتعرف ان الميلاتونين بيتاثر بالعوامل الخارجيه. درجه الحراره بالليل اقل نسبيا من درجه الحراره بالنهار. الضوء. فالمخ بيعرف ان احنا ايه بالليل. الضوء، احنا مجرد ما بنفتح عينينا الصبح الميلاتونين ده بيبقى طالع طول الليل، بالنهار بيختفي. مجرد انا افتح عيني خلاص كده المخ خد اشعار، حتى لو داخل الضوء لمبة. من يعني اقول ايه، من خرم ابره، لو اللمبه نورت بالليل خلاص، لو فتحت عينك للضوء الموضوع بينتهي. عشان كده بنقول للناس ناموا في اوضه ضلمه، لو في لمبه خلوها بره ما تخلوهاش معاكم في نفس الاوضه. تالت حاجه، احنا جينا بالليل كلنا فطير وكلنا مكرونه وكلنا سجق وكلنا كفته، يعني بسم الله ما شاء الله احنا كلنا وجبه دهنيه كامله، حتى ما فيهاش عنصر ملح معدني ممكن احنا يعني نستند عليه نسبيا. لو جات لك حموضه ما تقلقش، انا معايا الايه، الشرب الابيض، صح؟ وقال الشرب الابيض انا لو جات لي حموضه معايا الشرب الابيض. طيب هي الحموضه جات لك ليه؟ عشان معدتك ما كانتش مهيئه دلوقتي ولا انزيميا ولا هرمونيا لكميه الاكل اللي انت ضختها لها فجاه. فلما ضخت لها الاكل جالك حموضه. طب ما هو مره ورا مره ورا مره الدواء الابيض ده مش هيجيب لك نتيجه، والحموضه ممكن تعمل لك ارتجاع مريء او تعمل لك فعلا قرحه على جدار المعده بسبب انك بتضخ لها اكل في وقت هي مش مهيئه فيه لده، يعني هي مش مهيئه لده. فانا مش ابو العريف ده، ربنا يكرم. السهر خطر جدا لحاجات كتير يا رب. سهر الليل، الناس اللي بتقلب اليوم ياخدوا بالهم. في دراسات مهمه جدا ومحترمه جدا قالت انه اللي بيسهروا بيستيقظوا في اوقات متاخره من اليوم لانهم سهروا بالليل، ارجح اصابتهم او مرجح ان هم يصابوا بشكل اكبر بامراض عقليه وجسديه. والزهايمر عقليه. جسديه بقى لقوا انه نسبه كبيره منهم معرضين للسكر، نسبه كبيره منهم يعني بنسبه كبيره قوي معرضين لاصابات ومشكلات في الجهاز العصبي واصابات ومشكلات في الجهاز الهضمي. الناس دي عرضه للاصابه بالضغط اكتر من غيرهم، الضغط العالي. اذا فبلاش سهر بالليل، ننام بدري ونصحى بدري زي ما العالم كله ماشي. فكرة إن الليل في مصر حلو والنهار في مصر حلو برضه، والليل في مصر أوله حلو، وممكن جدا الليل بقى الفكرة اللي هي بتاعت نسهر بالليل دي تدمر لنا كل حاجة. فخلي بالكم من هذا الكلام. ضيفتي العزيزة الدكتورة نهى أحمد الهواري أخصائية العلاج الطبيعي وصاحبة ماجستير العلاج الطبيعي، نورتي بجد.
الناس الحلوة ونورت لنا حتة صعبة جدا، هي حتة الساعة البيولوجية. خليكم دايما مع الناس الحلوة.